وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا أجمعين. أحبتي الكرام، هذا اليوم بإذن الله تعالى سيكون حديثنا حول أمر يؤرق كل واحد منا ويهتم به ويسعى إليه ويحرص على أن يكون متميزا فيه، ألا وهي قضية الأبناء. لقاؤنا هذه الليلة أيها الأحبة الكرام بعنوان: كيف تضع خطة تربوية لأولادك؟ أحب أن أذكر إخواني قبل أن نبدأ في لقائنا في هذه الليلة بأمرين اثنين، أما أولهما فهو أمر أظنه حاضر في ذهن كل واحد منكم، ألا وهو مسألة استحضار الاحتساب والإخلاص في هذه الدورة. أنا أرجو يا إخواني الكرام ألا يكون هدف كل واحد منا أو هدف أي شخص منا يأتي لمثل هذه الدورات من أجل أن يحصل على شهادة يقدمها بعد ذلك على مدرسة حكومية أو أهلية أو من أجل ترقية. نحن أولا وآخرا نريد أن نستفيد لأنفسنا ثم لأولادنا، ثم أيضا نستفيد علما يمكن أن نقدمه لإخواننا الآخرين بإذن الله تعالى. أخشى أن يكون يعني هذا الأمر يتعبنا أحيانا في أثناء حضورنا، وتبقى القضية معلقة بالشهادة التي سأحصل عليها في آخر اللقاء، سواء من الموقع أو من غيره. أما القضية الثانية أيها الإخوة، فهذه المادة التي ستعرض عليكم بإذن الله في هذا اللقاء ليس لها حقيبة تدريبية، لذلك أنا أتمنى أن تكون أقلامكم أوراقكم مشرعة بين أيديكم لكتابة ما سنقوله بإذن الله تعالى مما ترونه مفيدا وجديدا إن كان هناك جديد على أحبة الكرام. لهذا يا إخوة الكرام نحن في هذه اللقاءات لن تكون لقاءات نظرية. نعم، في مثل هذا اللقاء واللقاء الأول سيكون هو أقرب إلى دورة تمهيدية لما سيأتي من الدورات بإذن الله تعالى. نحن سنطبق في هذه الدورات الشيء المشهور في عالم الدورات الأسرية، وهو التدريب المنتظم للتربية الفعالة. هناك نظام عالمي مشهور طبق الآن في أكثر من 25 دولة. هذا النظام تعمل به كثير من الأسر على مستوى العالم، سأعرضه لكم إن شاء الله تعالى متدرجا من خلال أكثر من 6 دورات إلى 8 دورات، لنبدأ بعد ذلك تطبيقا عمليا بإذن الله تعالى في داخل بيوتنا. اليوم سيكون نوع من التمهيد لقضية كيف وضع الخطة التربوية. سنحاول أن نؤصل هذه القضية وأننا بحاجة إليها وأنها ليست قضية ترفية، وأيضا سنحاول أن نرد على كثير من الأوهام والشبهة التي تعترض كثير من الناس لبدء خطة تربوية صحيحة هو بحاجة إليها وكذلك أسرتهم. أيضا أحبة الكرام، نحن بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة لن يكون لقاؤنا هو لقاء تأخذه هنا ثم ترجع إلى بيتك وتنساه، بل هناك مجموعة من المواد العلمية التي سوف تستمع إليها وسوف تقرأها أيضا في داخل البيت، وسوف يكون هناك نوع من التواصل بيني وبينك إن شاء الله تعالى على هذه المعلومات التي سوف تأخذها، سواء بعض الفصول من بعض الكتب المهمة أو كذلك بعض الأشرطة أو بعض الدورات المسجلة والموجودة على سيديات، سندلك على مكانها ثم تبدأ بعد ذلك بتطبيقها. سيكون لدينا أيضا نوع من التطبيق العملي في داخل البيوت، ثم نرى أثره بعد شهر كامل بإذن الله، هل هذه الخطة نافعة نجحت في هذه الأسرة أو لم تنجح. بمعنى أن دوراتنا إخوة الكرام في هذه اللقاءات إن شاء الله لن تكون دورات تنتهي بمجرد خروجكم من المسجد، بل ستستمر معنا إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. كيف تضع خطة تربوية لأولادك هو عنوان لقائنا في هذه الليلة. إنني أشبه أيها الإخوة هذا العنوان بالشجرة المشهورة التي هي تنبت في الصين وتسمى شجرة البامبو. شجرة البامبو عبارة عن حبة من الحبات توضع في الأرض ثم تسقى لمدة 4 سنوات بدون انقطاع، ثم بعد 4 سنوات وفي خلال 4 سنوات لا يخرج شيء منها على سطح الأرض مطلقا، وفي السنة الخامسة تبدأ وترتفع إلى أن تصل إلى 8 أمتار. إن تربيتنا لأولادنا أشبه بهذه القضية، وهي شجرة البامبو العجيبة
التي لا تنبت إلا بعد السنة الرابعة من السقي والعناية والرعاية، وهذا ما نريد أن نقرره ونؤصله في حياتنا التربوية. فقضية بناء إنسان ليست أيها الإخوة هي كتعامل مع مواد جامدة أو معامل كيميائية تخلط هذا بهذا فيخرج مركبا آخر، فتأتي بذرتين هيدروجين ثم تأتي بشيء من الأكسجين ثم يتحول بعد ذلك إلى ماء. لا، صنع الإنسان وبناؤه وتربيته يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تعب، ولكنه في آخر الأمر بلا شك متعة. وأي متعة! وكثير من الأسر طبقت هذه، ولي مع الإخوة الحقيقة في جدة تجربة جيدة لها قرابة السنة والنصف الآن، عليكم السلام. الشيخ وليد يقول الصوت ضعيف عند النساء ويقطع. فهناك تجربة الحقيقة في جدة مستمرة الآن لها قرابة سنة ونصف في تطبيق الخطة التربوية وتطبيق أيضا التقويم التربوي في داخل الأسر، وقد التقيت مع مجموعة من الأسر التي طبقت هذا البرنامج، وكان له صدم بحمد الله تعالى كبير في تغير أولادهم سواء ذكور أو إناث، وقبل ذلك هو تغير الوالدين. ما ترونه أيها الإخوة هو قضية الخطة التربوية ليست للأبناء، إنما هي للأسرة ككل. أول مستهدف في الخطة التربوية الأب والأم فقط، أول مستهدف. إذا استطاع أن ينجح استطاع أن يوصل هذه القضايا التربوية التي تشربوها إلى أولادهم بإذن الله تعالى. لهذا سيكون اللقاء القادم بإذن الله بعنوان كيف تبني ثقافتك التربوية كأب كوالد كأب وأم. ما هي الجوانب الخمسة التي سنبنيها؟ ما هي طرق بنائها العملية؟ ثم سنأخذ برنامج عملي إن شاء الله تعالى نشتغل عليه لمدة شهر كامل في داخل بيوتنا لنطور الثقافة التربوية الوالدية الموجودة عندنا، لنبدأ بعد ذلك بإذن الله يعني تربية صحيحة وجيدة. أبدأ أحبتي الكرام لقائي معكم بهذا الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم: خيركم لمين يا إخوة؟ لأصدقائه ولا لزملائه؟ إنما خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يقولون في علم التربية أحبتي الكرام أنه إذا أراد الإنسان يتعرف على نفسه معرفة حقيقية وأن يعرفها، فهناك ميزان لا يتخلف البتة، ألا وهو سلوكك الشخصي بعيدا عن أعين الناس. كون الإنسان أمام إخوانه في العمل، في استراحة، في أي مكان، هذه في الحقيقة ليست شخصيتك الحقيقية. الشخص يا أحبتي الكرام لو حسب عدد الأوقات التي صرخ فيها وارتفع صوته وغضب في المدرسة لعدت على أصابع اليد، ليس كذلك؟ ولو عدت في البيت، أنا أعد من وين بس؟ لا، من البداية ما يمكن. لا، أنتم خذوا بس معنا من الآن إن شاء الله تعالى. إذن هناك قضية تربوية تقول أن الذي يحدد شخصية الإنسان هو سلوكه الشخصي بعيدا عن أعين الناس. أحد الصور التي أنت بعيد فيها عن أعين الناس الذين يقيموك وتريد أن تستفيد منهم أشياء دنيوية في وظيفة أو نحو ذلك هي البيت، في داخل بيتك. وضربت لكم مثالا أيها الإخوة الكرام، وهي قضية رفع الصوت مثلا أو الغضب أو خروج بعض العبارات الغير جيدة. تجد أن الإنسان لا يتلفظ بأي كلمة غير جيدة في المدرسة حتى ولو كان الطلاب أشد مشاغبة ورفعا للأصوات وغير ذلك، لكن في داخل البيت تجد أن أخلاقنا تتغير، ويصبح الإنسان الذي كان هادئا قبل قليل وقبل دخوله البيت أصبح هنا نوع من أو لديه نوع من رفع الصوت وأحيانا الكلمات الغير جيدة. وبالمناسبة هناك كتاب جميل أنا أنصح إخواني باقتنائه، واليوم طبعا تسمعوا كتب كثيرة جدا، يعني نص الراتب رايح عليكم إن شاء الله. الأسرة اليابانية بالمناسبة تصرف شهريا 1440 دولار لشراء الكتب والقراءة لأولادها. خلونا احنا بس ناخذ 100 دولار في الشهر لأولادنا من أجل القراءة فقط، 100 دولار. في كتاب اسمه الضغوط النفسية القاتل الخفي، الضغوط النفسية، أرجو أن تحرصوا على هذا الكتاب يا إخواني، الضغوط النفسية القاتل الخفي، الدكتور علي إسماعيل عبد الرحمن من إصدار دار اليقين في مصر.
الضغوط النفسية القاتل الخفي. ذكر في قضية الحقيقة مهمة جدا نحتاج أن ننتبه لها كمربين، وهي الضغوط. تذكرون أنتم طلاب الجامعة، عيد يا شيخ، عيد يا شيخ، ما سمعنا، عيد يا شيخ. طيب في صبورة، ترى أنا ما رأيت الصبورة، لكن خلينا نبدأ باللون الأحمر. جيد، يعني الضغوط هذه نخليها صبورة الكتب فقط. الضغوط النفسية، دكتور علي إسماعيل عبد الرحمن، إصدار دار اليقين. طيب ذكر قضية مهمة جدا في هذا الكتاب، وكل الكتب التي تتحدث عن الضغوط النفسية تتحدث عن مسألة أنه كل إنسان ينبغي أن يستخدم أسلوب انعدام غرفة الضغط أو غرفة انعدام الضغط. بمعنى أننا نحن الآن عندما نعيش في مجتمع مليء بالضوضاء والفوضى والصراخ ومشاكل في المدرسة وفي البيت وفي الشارع، وقطع إشارة أحيانا، ومخالفة، وكلمة نابية سمعتها من هنا إلى غير ذلك، لما تدخل للبيت ينبغي أن تسحب كل هذه الأشياء وتدخل شخصا آخر، تدخل أبا بعيدا عن كل الضغوط التي تعرضت لها. لا شك أن هذا ليس بالسهولة بمكان، فإن هناك جانب من الضغوط أصلا لا إرادي، لا يمكن الإنسان يتحكم فيه. لكن ينبغي يا إخوان الكرام أيضا أن نعود أنفسنا وأن نصبر أنفسنا، ومن يتصبر يصبره الله. إذن عودا على بدء، أننا إذا أردنا أن نتعرف على أنفسنا فإن سلوكنا الشخصي بعيدا عن أعين الناس هو الذي يحدد هذه الشخصية الحقيقية لنا. وإحدى هذه الصور هي في داخل بيوتنا. لهذا قال محمد صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي. وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، فقد مات صلى الله عليه وسلم ولديه 9 نساء، ومع هذا لم يقصر في حق واحدة منهن. وانظر إلى موقف واحد فقط، بعد صلاة الفجر في كل يوم أيها الإخوة، بعد أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر ويجلس في مصلاه، يمر على جميع النساء، يصبح عليهن ويسلم عليهن ويسألهن عن أخبارهن. وبعد صلاة العصر، بعد أن ينتهي من الصلاة، يمر على جميع نسائه رضي الله عنهن، ثم بعد صلاة العشاء يجمعهم في البيت الذي هو فيه في تلك الليلة، ثم يحدثهن ويعلمهن مما أعطاه الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ونحن نريد يا أحبة الكرام أن تكون تربيتنا الأسرية أيضا مقتبسة من محمد عليه الصلاة والسلام. بمعنى أننا عندما نتحدث عن لقاء عائلي فنحن نتحدث، نعم اختلفت الأسماء، ولكن المحتوى والمفهوم والمادة هي من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك مناهج الآن كثيرة جدا تساعدنا للقيام بهذا الدور. سيكون إن شاء الله تعالى من ضمن البرامج التي سنتحدث عنها هي قضية اللقاء العائلي. نحن الآن نملك أكثر من 7 مجلدات، 7 أجزاء من أكثر من دار تتحدث فقط عن لقاء العائلة وكيف يمكن أن تقيمه في البيت، ثم خطة متكاملة بمادتها وأسئلتها ومسابقاتها وكل الأشياء التي تريد أن تصورها، وهذه سنذكرها إن شاء الله تعالى. لكن حتى لا أنسى، هناك كتاب اسمه بهجة اللقاء بين الآباء والأبناء، يتحدث عن لقاء العائلة، بهجة اللقاء بين الآباء والأبناء. ندخل في خضم دورتنا في هذا اليوم. تذكر أخي الكريم أختي الكريمة أن العنصر الأهم في هذا البرنامج هو من كلاكما، هو أنت، سواء كنت أبا أو كانت أم أيضا. إذن العنصر الأهم في هذا البرنامج هو أنت. أنت المخاطب بكل ما يقال هنا، وأنت المخاطبة أيضا بكل ما يقال هنا. إذن أتمنى من أحبة الكرام جميعا اطرحوا تجاربكم، وسنستمع إليكم إن شاء الله تعالى بين فترة وأخرى. قدم خبراتك، إذا كانت مرت بك تجربة جميلة ورائعة في داخل البيت حبذا نقلها في هذا اليوم وسماع الإخوة لها، أيضا ناقش، سيكون هناك موعد للنقاش بإذن الله. ولا تتردد في طرح أي تساؤل بعد أن تكتبه بين يديك بمجرد أن تمر أي عبارة. أنا لست معصوما أيها الإخوة، لكنني أسعى أن أقدم شيئا بإذن الله تعالى نافعا لإخواني. قد تكون هناك معلومة تحتاج إلى إضافة أو زيادة من أحبة الكرام، أنا أنتظر كل فائدة يمكن أن تطور هذا البرنامج وهذه المادة التي بين أيديكم.
أنا لا أحرص الحقيقة في خاصة في هذا المكان أن آتي بهذه الصورة وللأسف، ولكن اضطررت إليها وسأمسحها بعد قليل إن شاء الله، إلى الدورة كلها بدون أي صورة بحكم يعني حرمة هذا المكان. لماذا يبكي هذا الطفل؟ أريد إجابة تربوية ورائعة أيضا، وفي جوائز يا إخوان. جزاك الله خير. عندنا اختبار إن شاء الله بعد شوي بإذن الله على قضية أسرية مهمة، هذه أوراقها وصلت. طيب لماذا يبكي؟ نأخذ إجابة سريعة. لماذا يبكي هذا الطفل؟ شايفه أبو السن ده يبكي ليه؟ طيب لا هو خلاص الحين جاء للدنيا وشبع حليب وسيرلاك وكل شيء، احنا خلاص انتقلنا. انت تتوقع ليش يبكي هذا؟ جوعان عطشان. طيب مبلول، نجيب له كشري. طيب تفضل شيخ. لحاجة. جميل احسنت. معاقب ما شاء الله، توه ما هو مو حق ضرب هذا. في إجابة عند الأخوات النساء، يبغى اهتمام من الوالدين. طيب عاد أخاف أنا بعد ما أوريكم الإجابة تقوموا كلكم ترجعوا لبيوتكم تقولها لا صارت إجابة تربوية ولا شيخ. طيب خلوني أنا أعطيكم الإجابة إذا سمحتم، ناخذ من الجهة اليسرى تفضلوا. عفوا، يحتاج الأخوات يقول يحتاج إصغاء الآخرين، والأخ يقول يحتاج إلى حنان. يا سلام، يحتاج إلى أمان. لا لا، هو حتى لا نطيل في الإجابات، هو يطلب منكم شيئا واحدا أيها الإخوة، يقول لك أرجوك أغلق الجوال واجعله على الصامت. تمام، لا يحتاج منكم ولا شيء، لا حنان ولا عطف ولا شيء، الله يرضى عليكم. فالجوالات دائما تشغلنا في اللقاءات هذه، فهذه ألغينا الصورة خلاص. ماشي مشايخ، شفت الحنان اللي يبغاه. عاد سامحونا ما في جوائز على هذه. إذا نعود مرة أخرى، أرجوكم أغلقوا الجوال أو جعلوا على الصامت، نحن نقبل فقط في حالة واحدة، أنه يصير عند الإنسان يعني ظرف طارئ جدا يحتاج إلى استخدام الجوال يكون يعني بجواره. سيارة موديلها 75، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المساجد، إلا كان سوينا مزاد وحرج علني بكم هذه السيارة تسوى. لكن أنا سأسألكم أحبة الكرام، هل شاب في أولى جامعة أو في ثالث ثانوي يريد أن يصل إلى المدرسة يذهب بهذه السيارة؟ يمكن ولا لا؟ إجماع، أليس كذلك؟ لا يمكن. ولا أظن أيضا واحد منا نحن كآباء أنه بيروح لعمله يداوم في أرامكو ولا في أي مكان بهذه السيارة، مستحيل، أليس كذلك؟ هذه السيارة إذا فعلا حاول الإنسان أن يبيعها يمكن ما أحد يشتريها ولا يفكر أصلا أن يشتريها. وما هو الآن في موديلات متأخرة 86 و90 الناس لا تعرص عليها، لكن أنا أقول لكم أن هذه السيارة يمكن أن تكون غالية الثمن وجدا، وهي فقط نحتاج إلى نوع من التغيير والإصلاحات عليها لنرى أن هذه السيارة تصل إلى مئات الألوف. دعونا نجري إصلاحات سريعة على هذه السيارة لنرى هل يمكن فعلا أن تباع بسعر. أظن غيرت نظر. طيب الآن بيروح فيها ولا لا ما يروح؟ باقي هو بيروح في الجهة اليمنى والجهة اليسرى الأخوة اللي في المتوسط. طيب ما رأيكم؟ تسوى كم هذه؟ 200,000، 300,000، 400,000؟ ما الذي تغير؟ تغير كل شيء، الشكل والداخل أيضا. هذه السيارة حتى في داخلها أيضا نحن غيرنا، نحن أيضا نحتاج أن نتغير ولا نقف في مكاننا. الإنسان إما يمشي إلى الأمام وإما يمشي إلى، لا يمكن يبقى في مكانه. ولكن ليست هذه الرسالة التي أريد أن أوصلها لإخواني. طبعا تلاحظون هذه السيارة الجميلة الرائعة فيها عيب واحد فقط، هذا عليه جائزة عاد. طيب اللي رفع أول أخاف يأخذ الجائزة، تفضل شيخ. غالي تونا، ترى ما حطينا سعر ولا شيء. ها جميل، إجابة أخرى. جميل، إذن هذه إجابتين الأخ والأخ، أن السيارة هذه
سيارة جميلة ولكن في حي ماذا؟ في حي فقير، في بيئة غير جيدة، في بيئة غير جيدة. أحيانا قد يكون الأب لديه من الثقافة التربوية الجيدة، ولكن البيئة غير مهيئة لاستقبال هذا الكم الهائل من القضايا التربوية الموجودة عند الأب. لذا يا أخي الكريم، قبل أن تبدأ ببناء الدور الأول والدور الثاني تحتاج إلى بناء القواعد في البداية. لقاؤنا اليوم كله يتحدث عن قضية هذه القواعد، كيف أستطيع أن أجعل بيتي مهيئا للقيام بأي عمل تربوي. لما تأتي إلى القانون المنزلي أو قانون التشجيع أو غيرها من الأشياء التي نتحدث عنها اليوم أو اللقاء العائلي، تحتاج قبل أن تبدأ مثل هذه الأشياء إلى نوع من التهيئة لأهل البيت لكي يستقبلوا مثل هذه البرامج. لهذا نحن لقاءاتنا إن شاء الله القادمة مع هذا اللقاء ستحدث عن 4 جوانب رئيسية، وهي البيئة، ثم سنتحدث عن المربي الذي هو الوالد والوالدة ومن شاكلهم كمدرسين وغيرهم، ثم سنتحدث عن المتربي وهو الولد، كيف نفهمه، ما هي خصائصه، مميزاته، البرامج المناسبة له، ما هي الألعاب المناسبة لكل مرحلة عمرية، ما هو الترفيه المناسب لهذا الشخص، إلى غيرها من الأشياء التي ستكون لها دورة خاصة بإذن الله تعالى. ثم نتحدث عن القضية الرابعة وهي البرامج العملية، كيف نستطيع أننا نجعل هذه المادة العلمية، وهذا يا إخواني هو التحدي الكبير والذي أرجو لإخواني فعلا أن يمارس من خلال قراءاتكم وسماعكم، وهو كيف نحول المادة العلمية الموجودة في الكتب إلى برامج عملية تمارس في داخل البيت. يعني مثلا دعوني أضرب لكم مثال ثم نعود إلى سيارتنا الجميلة. الآن عندما تقرأ في أي كتاب تتحدث عن المراهقة، يقولون أن المراهق يقسمونها 3 أقسام، ثم يقول المراهق بحاجة إلى 6 أشياء، عنده 6 احتياجات، الحاجة إلى التدين، الحاجة إلى التطوع، الحاجة إلى الرفقة، الحاجة إلى كذا. هذه معلومة. الآن أنت كمربي كيف تحول الحاجة إلى التدين إلى برامج عملية، الحاجة إلى التطوع تحولها إلى برنامج عملي، فرص تطوعية تعطيها لهؤلاء الأبناء، برنامج تطوعي، الحاجة إلى الرفقة كيف أيضا تحولها إلى برامج عملية. دائما دعونا نفكر بكيف، كيف نحول المادة العلمية الموجودة في كتاب يتحدث عن التربية، سواء تربية طفولية أو شبابية نسائية أو غيرها، كيف نحولها إلى برامج عملية تمارس بحيث تغرس هذه القيمة في أنفسنا. في كتاب يا إخواني بدأنا في الكتب، الله يعينكم، أنا أعرف أن أهل الشرقية رواتبهم عالية جدا طبعا ما شاء الله، عشان لا تقولوا سوانا سبب لنا عين ولا شيء. هناك كتاب اسمه الكبار والصغار يتعلمون، 4 مجلدات، وهذا معتمد من اليونسكو، عبارة عن ماذا؟ برامج وأنشطة تطبق في داخل البيت. طيب ننتقل الآن لهذه السيارة الجميلة ونغير بيئتها لتروا أن هذه السيارة أصبحت شيئا آخر، أليس كذلك؟ فرق كبير بين هذه الصورة وهذه الصورة. ما يعني ما أجمل هذا المكان، وما أجمل هذه السيارة، وما أجمل أيضا من يركبها بعد ذلك. هذه الصورة القديمة وهذه الصورة الجديدة. الناس قبل 30 سنة يركبوا هذه السيارة، ليس كذلك؟ بعد 30 سنة لا يركبون هذه السيارة. مشاكل أولادنا قبل 30 سنة ليست مشاكلهم الآن. التحديات الموجودة لدى أبنائنا ليست كالتحديات الموجودة قبل 30 سنة. كنت أقرأ الحقيقة قصة ترجمة لشخص من الأشخاص المعروف عندكم في المنطقة الشرقية، فقط لأدلل لكم على قضية، وهي يعني قبل 50 سنة يا إخواني إذا أراد أحد يذهب للبحث عن وظيفة إما أن يأتي بالشهادة الابتدائية أو يأتي أحيانا بشخصه فقط دون أن تكون لديه أي شهادات، خاصة إذا لم يكن متعلما، ويقبل. الآن يدخل الإنسان لأي شركة، أي مؤسسة، سيرة ذاتية، وسيرة ذاتية على الأقل فيها رخصة دولية في الحاسب الآلي، على أقل شيء توفل في اللغة الإنجليزية، ولديه مجموعة من الدورات التي يتقنها، إلى غير ذلك من الأشياء. وأصبحت المنافسة شرسة جدا
بين الشباب المسلمين وأبناء المسلمين، بمعنى أنه لا مكان الآن في الفترة هذه إلا للقوي، أما الضعفاء فيسحقون ولا يلتفت إليهم البتة. عندما يبقى هذا الولد ضعيف في داخل البيت وفي داخل المدرسة ولا يتلقى تربية حتى في المحاضن التربوية التي خارج هذين النطاقين، فسيظل ضعيفا وسيظل أيضا شخصية غير مقبولة غير مرغوبة في أي مكان من أماكن التي تحتاج إلى هؤلاء الشباب. أنا أذكر حقيقة قصة جميلة لشخص ذهب ليتوظف في أرامكو قبل 55 سنة. في أحد من الإخوة هنا في أرامكو؟ ما شاء الله. طيب. والإخوة أيضا. ذهب إليهم فأعطوه، كانت الوظيفة المناسبة له، طبعا ما كان لديه شهادات، وكان يحفظ جزء كبير من القرآن كما هو يذكر في شخصية في ترجمته. ثم بعد ذلك عينه مراسل براتب 3 ريال يوميا، والثلاثة ريال معروفة يعني هذيك الأيام تساوي يمكن كم يورو الحين ولا ما في يورو. طيب، كان يعطى 3 ريال في كل يوم. استمر على هذه الشغلة حتى يوم من الأيام كان الجو حارا جدا فاحتاج أن يشرب شيء من الماء. وصل البرادة، أخذ منها ماء، أراد أن يشرب، وقف على رأسه أحد المهندسين الأجانب وقال له: هذه البرادة للمهندسين ليست العمال، ضع الماء واخرج. وقعت في نفسه، قال: وأنا لماذا لست مهندسا؟ ووضع الماء فعلا وخرج وهو مهزوم ضعيف لأنه لا يملك شهادة ولا يملك أي شيء. المهم بدأ في الدراسة في الليلية حتى انتهى من المرحلة الثانوية، وحصلت له بعثة إلى أمريكا وأخذ بكالوريوس هندسة ثم ماجستير جيولوجيا، ثم رجع وأصبح رئيس قسم ورئيس شعبة ورئيس إدارة، ثم أصبح نائب رئيس شركة أرامكو، ثم أصبح رئيس شركة أرامكو، ثم الآن أصبح ماذا؟ وزير البترول، وهو علي النعيمي. وهي بدأت بماذا؟ بكوب، كوب فعلا. لهذا يقولون في علم النفس أن الإنسان يتغير من شيء إلى شيء بأحد أمرين: إما اقتناع وإما صدمة. صدمة صدمة، إما اقتناع، تجد مثلا خالد بن الوليد وصل إلى مرحلة اقتناع، قال: يا عمر، إنه لم يبق إلا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ويروح يسلم هو وعثمان بن أبي طلحة وعمر بن العاص وخالد بن الوليد، كلهم يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة بعد اقتناع. وهناك أناس لا، يمرون بصدمة، وصدمة عنيفة أحيانا، هذه الصدمة تنقلهم إلى عالم آخر. ابن حزم تغير من شخص إلى شخص آخر بصدمة. الإمام مالك، تعرفون مالك بن أنس، مذهب كامل الآن في المغرب العربي كله للإمام مالك رحمه الله، وله أخ اسمه محمد ابن أنس أعلم من الإمام مالك. والإمام مالك لم يكن طالبا للعلم، ولكن جاءه أبوه مرة فقال له: يا مالك، أنت لا تصلح إلا لتربية الحمام، وكان منشغل بتربية الحمام. فأثرت هذه الكلمة في الإمام مالك رحمه الله، وبدأ في طلب العلم حتى أصبح العالم الذي تشد إليه الرحال. إذن يا إخوة الكرام، نحن بحاجة إلى ثقافة تربوية تؤهلنا لبناء أولادنا لزمان غير الزمان الذي نحن عشناه. ولذلك عندما يقول: ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم، فإن هذا الكلام صحيح بلا شك. سابقا في أيام السيارة القديمة يا إخوة، يخرج الولد من بيته إذا غربت الشمس وأظلمت الليل رجع إلى البيت إذا كان يعني بينه وبين أهله مشكلة. لكن هنا في هذه الفترة، في هذه المرحلة الآن التي نعيشها، إذا خرج الولد تتلقف عشرات العصابات من المخدرات وغيرها ممن يضلونه ويبعدونه عن الطريق الصحيح. أي إنسان أيها الإخوة يريد أن يكتب بحثا أو رسالة علمية فإنه يمر بطريقة معينة، وهي طريقة منطقية، لا يمكن لأحد أن يحصل على شهادة ماجستير أو دكتوراه حتى يمر بهذه الطريقة التي تؤهله بعد ذلك للحصول على هذا الشيء. أولا اختيار الموضوع، أليس كذلك؟ ما يمكن واحد يأخذ بحث، قدم مادة علمية لرسالة علمية دون أن يكون هناك موضوع. الأمر الثاني القراءة على الموضوع، تكوين خلفية كاملة عن هذا الموضوع الذي يريد أن يبحث فيه. ثم بعد ذلك يبدأ بكتابة خطة
بفصولها وأبوابها وخاتمتها وفهارسها ومقدمتها والصعوبة التي مرت عليه، ثم بعد ذلك يحدد له المشرف، ليس كذلك؟ ثم بعد ذلك أيها الإخوة يبدأ هذا الإنسان في البحث والتطبيق العملي على هذه في فترة زمنية محددة له، أنه سيحصل على الماجستير في سنتين والدكتوراه على 3 سنوات وهكذا. ثم بعد ذلك ينتهي من هذا البحث، ثم بعد ذلك يناقش هذه الرسالة، ثم تأتي الناس في قاعة المناقشة والجميع يقول له مبروك حصلت على رسالة الماجستير أو الدكتوراه. نحن أيضا في العالم التربوي في تربيتنا لأولادنا في بناء الخطة لا يمكن أن نقفز من شيء إلى شيء آخر، لا يمكن أن يبدأ الإنسان من يعني منطقة المنتصف، دائما نحتاج إلى أن نتدرج وأن نبدأ شيئا فشيئا، لأنه أحد معاني التربية هو قضية أو أحد عناصر التربية الجيدة قضية التدرج شيئا بعد شيء. لاحظوا معي يا إخواني الكرام، نحن أيضا في عملنا التربوي لما نريد أن نربي أولادنا نحتاج أن نقرأ عنهم، نقرأ، نسوي اختبار سريع يا إخوة عن الكتب التربوية التي قرأت في الفترة الماضية في عام 1429 إلى الآن، ما هي أهم الكتب التي قرأتها وهي متعلقة بتربية الأولاد والأسرة؟ تفضلوا مشايخ. ده 1 2 من الإخوة جاوبوا عندنا، احتاج نعطيكم. يا تجاوبون أحدد أنا ترون، ها من جاوبنا أيضا. طيب ممكن أسألك آخر كتاب قرأته في التربية؟ ترى الكاميرا ما عليك، علي في ذلك ما عليك، حتى يعني ما هي داري أم العيال بالمرة. أنت جايبها معك ولا لا؟ جايب أهلك معك؟ يا سلام. طيب أشرطة جيد، السماع جيد، مثل إيش؟ جميل. نسيت اسم الكتاب واسم الشريط، هي المادة العلمية من باب أولى لأنه هذا سطر، أما اللي داخل 100 سطر. طيب تفضل شيخ. قرأته كاملا من أوله لآخره؟ جميل. طيب تفضل. لمين؟ جميل، التربية بالحوار المشايخ هنا، نبغى على الأقل كل طاولة يبيض وجه الطاولة. تفضل شيخ. جميل، تربية الأولاد، حلو. ها، جمال عبد الرحمن، جميل جميل، وغيره مشايخ. جميل. طيب أحد منكم قرأ الحاتم آدم ولو في المنام؟ قولوا في المنام، ممكن خلاص قولوا حتى لو في المنام. حاتم آدم إيش قرأت له؟ لمين؟ لأنه في 3 مجلدات، الأولى حق الأطفال في الصحة النفسية للمراهقين وفي الأسرار الزوجية له. جميل. أحد قرأ لعبد الله عبد المعطي؟ أكيد قرأتم. ها مشايخ، ما في مشكلة، دائما ما في إلا جوائز، ما في عقوبات أيضا. ما نقدر نعاقب. إيش؟ 50 قصة وقصة في المعرض، أكيد حصلت عليه. ها، هنا في أي مكتبة؟ في المتنبي. إيش استفدت من الكتاب؟ يعني جميل تنصح به ولا لا؟ ها، طيب. 50 قصة وقصة واحد الكتب، غلافه أحمر، دكتور عبد الله عبد المعطي، يتحدث عن قصص تربوية، يذكر بعد كل قصة، أكثرها متعلق بالحيوانات وغيرها، يذكر بعد كل قصة القضايا التربوية التي تستفيدها من هذه القصة وتوصلها لأولادك. هناك كتاب أجود من هذا الكتاب وكلاهما جيدان، وهو قصة قبل النوم لمحمد الشاذلي، وهذا قليل الحصول عليه لكن جيد أنكم تحرصوا عليه إخواني. قصة قبل النوم محمد الشاذلي، محمد الشاذلي من إصدار دار ميرت، جيد هذا الكتاب، كانت حلقات تعرض في إذاعة الشارقة ثم بعد ذلك حولت إلى كتاب. أطفالنا عبد الله عبد المعطي، كيف تصنع طفلا مبدعا، فن تربية الأولاد في الإسلام لمحمد سعيد مرسي، وغيرها وغيرها من الكتب. الأصل أنه في كل بيت، لا قبل ما نقول الأصل،
هل لدينا في كل هل لدى كل واحد منكم مكتبة أسرية متميزة في داخل البيت؟ معلش يعني كلنا عندنا مكتبات، وأنا عندي مكتبة وفيها فتاوى الشيخ ابن تيمية وتفسير ابن كثير والقرطبي، لكن هذا مو مناسب لأولادنا، صح ولا مو صح؟ يمكن يأخذ واحد من أولادك المجلد العاشر من الفتاوى التصوف يضيع، صحيح؟ يأخذ مسائل القضاء والقدر ولا التعليل ابن القيم ويذهب. لكن أتكلم على تحبيب القراءة، توصيل، جعل إلف بين أولادك وبين الكتب. لهذا عندنا مشروع إن شاء الله تعالى في ضمن الدورات قضية تفعيل القراءة في البيت، سأعطيكم مجموعة كبيرة جدا من الكتب اللي تحرصوا عليها في داخل بيوتكم ليبدأ الولد بالقراءة. أسألكم بس سؤال سريع، سلسلة الجوهرة أحد موجود عنده سلسلة الجوهرة؟ ما في؟ ما يصير يا مشايخ، ما يصير أبدا. طيب ماذا يقرأ أولادكم في البيوت؟ خلني أسأل سؤال بطريقة أخرى أحسن. أحد عنده ولد في أولى متوسط؟ أولى متوسط فيه؟ أجل كلكم عزابية الليلة تقولوا جايبين حريمكم هناك، ما يصير يا شيخ وليد. بس عندكم رقم الهيئة؟ أحتاج. أحد عنده ولد في أولى متوسط؟ ها؟ فماشي ثاني ثالث أولى ثانوي، ما الكتب التي يقرأها الولد في هذه المرحلة العمرية؟ الآن ولدك مثلا ماذا قرأ؟ كتاب، أي كتاب؟ ولو مبدعات عالم حواء، يعرفوا هناك الحريم. جميل، جميل جميل جميل. في كتاب كيف، على ذكر كيف تصبح مجنونا، ضحكتكم صارت باردة ليش؟ أحد السلف يقول استراح من لا عقل له، استراح من لا عقل. أحيانا واحد تقول هذا في العباسية، والأخوة يعرفوا العباسية اللي في مصر، أيوة يعرفوا العباسية. سلسلة الجوهر إخواني مهمة جدا لأولادنا، 76 قصة للأولاد ضروري تكون من ضمن مقتنياتكم في البيت. يعني أنا أرجوكم رجاء أولادكم خاصة من رابع ابتدائي ينبغي أن يقرأ هذه القصص، قصص بوليسية إسلامية تربوية هادفة رائعة للأبناء. علاء الدين طعيمة ودار اسمها دار الدعوة، دار الدعوة. مهم يا إخوة مثل هذه الكتب أن تكون داخل بيوتنا. دعوني أسألكم سؤال أخير، إيش أسمع همهمة هنا، اسمها سلسلة الجوهر أو قصص مؤمن، 76 قصة، قصص رائعة جدا لأولادك. طبعا في قائمة كبيرة جدا من القصص، أي ولد عندك من الأولاد من سن 3 سنوات عندي الكتب المناسبة له كعناوين، وأنت تتعب عليها بعد ذلك. لا تقولوا لي في آخر اللقاء وين أحصل هالأشياء، أنت تحصلها، أنت تتعب عليها. في مجلات خاصة بالأطفال عمر 3 سنوات وأربعة وخمس قبل دخول المدرسة، قبل دخول المدرسة أيضا من المناسب أن تكون في داخل بيتك. في أشياء قصص وكتب خاصة بالبنات في السن في المرحلة الثانوية بالذات، وهي من المراحل الخطيرة جدا، ونحن عندنا دورة إن شاء الله بعنوان الفرق بين تربية الأولاد والبنات الذكور والإناث، وهذه دورة مهمة مهمة كثيرا، سنتحدث فيها عن قضية البنات بالذات، الخصائص التي تميزهم وطريقة التربية الشرعية التربوية النفسية العلمية الصحيحة التي يمكن أن نربي بها هؤلاء البنات. سؤال أخير يا إخواني نواصل لقاءنا، من لديه اشتراك لأولاده في مجلة؟ هذا أظن الجميع سيجاوب الحين، هذا سيثبت أنكم عزابية ولا متزوجين. هذا السؤال، ها، من لديه اشتراك لولده في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية مجلة تصل ليس إلى صندوق بريدك، إلى المدرسة وتصل لداخل الصف ويسلم الفراش أو المراسل في داخل البيت، من عنده؟ ما يصير يا جماعة، والله ما يصير، طهر نتصل بالشرطة الآن، خلاص عديناها. ضروري يا إخوة ضروري، يعني قضية القراءة نحن نعاني فيها من تصحر في شبابنا وأولادنا والأسف الشديد، والأبناء خامة جاهزة، فقط من يعمل معهم. وأنا أتكلم لكم من تجربة خضتها لمدة 5 سنوات، ليس فقط مع أولادي، حتى مع الأبناء الموجودين لدينا في الحي،
وعندنا ولد الآن ما شاء الله في ثاني متوسط، لكن عقله يزن مدرس أستاذ جامعي، ويقرأ قراءة نهمة بشكل غير طبيعي، حتى انتهى من بداية والنهاية 22 مجلد بالكامل قراءة، وأصبحت لديه قراءة ناقدة بحمد الله تعالى، وهو من الطلاب المميزين، وغيره أيضا من زملائه، وبدأوا بقضية قصصية فقط. الآن عندنا مجموعة من الطلاب في أولى متوسط، ثاني متوسط، وثالث متوسط، لكن قراءتهم راقية جدا، يقرؤون في قضايا فكرية، ويقرؤون كتب الدكتور عبد الكريم بكار، يقرؤون الآن أحد الكتب عن أحد المآسي التي تمر بالمسلمين ومرت بهم قريبا، وتحليلها السياسي وغيرها. إذن الأبناء يحتاجون فقط إلى عناية يا إخوة، لا تكن هذه الدورات فقط ترف ثقافي. أحبة الكرام، نريد أن نصنع جيل، هذا الجيل نحتاج أن نتعب عليه وأن نبذل كثيرا من أموالنا من أجل أولادنا. ننتقل إلى محاور دورتنا إخوة الكرام. لماذا تزوجت؟ سؤال سهل صعب صحيح؟ صدقوني دائما أنا أسأل إخوة في الدورات عن هذا السؤال، وأجد أن الإجابات فيها نوع كبير من الخلل. إجابات صحيح، في إجابات عامة، لكن نحتاج فعلا نسأل أنفسنا لماذا تزوجنا؟ هل فقط هو لإعفاف أنفسنا فقط؟ لبناء بيت؟ حتى يكتب عقد الإيجار باسمي؟ أدفع الإيجار ويصير؟ لا، حتى أنجب أبناء، وبعد الإنجاب ماذا يجب أن أفعل لهؤلاء الأبناء؟ الحقيقة الرسالة الزوجية رسالة حمل هذه الأمانة، تكوين أسرة، ليست مسألة سهلة يا أحبة الكرام، وإلا ما كانت من ضمن الأسئلة التي يسأل عنها العبد بين يدي الله عز وجل، إلا أنها قضية ليست قضية بسيطة، ليست قضية سهلة، ليست قضية عادية، بل هي قضية كبيرة حتى تستحق أن الإنسان يسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. في شيء مداخلة يا أخوات؟ لماذا تزوجت؟ السؤال الثاني، طبعا إجابة عندكم، لماذا تريد أن يكون لديك أطفال؟ لملأ هذه الرغبة فقط في نفسك وهذا الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أم هناك إجابة أخرى عند الإخوة؟ خلوني أسمع إجابتين ثلاث على الأقل. أنا أشوف ابتسامتك الحلوة وراها إجابة. أنت يا شيخ، أيوة أنت، اضحك كما تشاء، الكاميرا مية عليك، تفضل، ما معك أحد، الحمد لله، تفضل. جميل، إذن أنت تريد أطفال من أجل أن تتعبد الله عز وجل بتربيتهم وإنشاء جيل صالح. جميل، إذن السؤال الثالث الذي يطرح نفسه، ماذا يجب أن أعلم أطفالي؟ إذا كانت القضية الآن فطرة وأريد أن أعلمهم وأربيهم، ماذا يجب أن أعلمهم؟ طيب خلونا نسأل كذا، معلش أنا اليوم ليس والله اختبارا، أنا أب مثلكم وأعاني مثل ما تعانون. الآن عندنا أبناء من عمر 10 سنوات فما فوق، يعني أظن أغلب الإخوة عندهم هذه المرحلة العمرية. من منا يا إخواني جلس يوم من الأيام وعلم أولاده الوضوء والصلاة؟ 1 2 3 أحتاج، أنا لست محاسبا هنا لكم أيها الإخوة، والقضية ليست يعني قاضي ومتهم أبدا، لكن أنا أريد أن أسلط الضوء على مناطق مظلمة أولادنا بحاجة إليها. نحن أحيانا نعاقب على قضايا نحن لم نعلمها لأولادنا. خذوا مثال، يعني آداب الاستئذان، آداب الأكل والشرب، آداب السلام، آداب التعامل مع الآخرين وغيرها من الأمور. قضية القراءة التي ذكرناها قبل قليل، هل هي حية بحيث تعيش في داخلنا صباح مساء من أجل زرعها في الأبناء؟ نحتاج أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. الآن هذا الولد فتحت عيونه على هذه الدنيا، ثم بدأ يأكل مع والديه على المائدة، أحد علمه؟ أحيانا يا إخواني تجد الأسرة واحد منها يعطس والدنيا صمت، يؤذن المؤذن ما أحد يعلمهم هذه السنة، وهي سنة التكرار وراء المؤذن والترديد، وهذا الأجر العظيم. لماذا نحن كأسر مسلمة تبقى القضايا الأساسية؟ صحيح أنها سنن، لكن سنة الذي يفرط في السنة سيفرط أحيانا في الواجب، الذي ليس لديه أيضا هم وحرص على كل الأمور جملة فإنه سيفرط أيضا في أمور أخرى. إذن سؤال مهم، ماذا يجب أن أعلم أطفالي؟
ما هي القضايا التي يحتاجها ابن الأربع سنوات الخمس سنوات؟ وأنتم قد سمعتم هذه المعلومة بشكل كبير، وهي أن الطفل تتشكل شخصيته بما يعادل 80% إلى سن 6 سنوات إلى 7 سنوات، يعني من بداية نشأته إلى أن يصل إلى عمر 6 سنوات أو 7 سنوات. 80% على بعض الدراسات تقول أن شخصية الطفل تتشكل في هذه المرحلة العمرية، وهي وللأسف مرحلة غير معتنى بها. دعوني أضرب لكم مثال يا إخوة عملي. لما يكون في بيتي مثل هذا الكتاب، قد تقولون الآن هذه كتب يا أخي نادرة وأين نجدها؟ ليس بالضرورة، الذي يهتم بالشيء يأتي به، مثل ما نحن نجوع فنشتهي مطعم ندور الدمام كله حتى نجد ذلك المطعم، والناس تسافر أحيانا عشان تأكل البيك في مكة ولا في المدينة، تمام؟ يعني النية ليست العمرة، شد الرحال لزيارة البيك. عاد الحكم الشرعي عليكم، خذ مثال، هذا بر الوالدين، هذه الآن قيم تبنى في الولد من أولى ابتدائي ثاني ابتدائي، هذول اللي يحبون التلوين عندهم، صحيح؟ هذه الإخلاص، هذه آداب الأكل والشرب. خلونا نأخذ آداب الأكل والشرب ونرى كيف تغرس الآن في هذا الابن. ما هو المشروع؟ طبعا هذا مشروع كبير جدا، ما نحتاج نتكلم عليه الآن كثيرا، لكن سنتحدث إن شاء الله في وقته عنه. طبعا هذا مشروع لبناء القيم عند الأبناء. لاحظ معي الآن قضية الأكل والشرب كيف تغرس في هذا الولد، من خلال مسابقات، من خلال ألوان، من خلال عبارات في الآداب، جميع آداب الأكل والشرب مذكورة هنا. خذ أي أدب من الآداب، آكل وأشرب جالسا، آكل وأشرب بيميني، آكل من أمامي، أجعل لقمتي بقدر فمي، ثم بعد ذلك هناك مجموعة من الألعاب التي تبني هذه القيمة وهذا الخلق في نفس الولد. طبعا هذا 10 أجزاء لم تنزل إلى الآن، لكنها إن شاء الله في طريقها للنزول بإذن الله تعالى للسوق. كانت طبعة فقط تجريبية، كانت عن العلم خشية، جنة الدنيا حتى أحبها، الدين معاملة، أصدقاء العقل، تفاهم بلا حدود، درب النجاح، ثروتي بيدي، مجموعة عبارة عن 10 كتب تبني قيم معينة نحن نحتاج نزرعها في أولادنا. ماذا يجب أن أعلم أطفالي؟ سؤال كبير جدا سنتعلم إن شاء الله تعالى، ليس في هذا اللقاء، اللقاء القادم بإذن الله. ما هو دوري كأب وما الذي يجب أن أقوم به في الأسرة؟ ما هو الدور الذي أريده لأبنائي في هذه الحياة؟ الصورة النهائية دائما التي تجعلها لولدك هي التي تجعلك ترسم خطة للوصول لهذه الصورة النهائية. ماذا تريد ولدك؟ كلنا يتمنى يا إخواني أن يكون أولاده حفظ لكتاب الله، لكن هل سعينا؟ هل بذلنا؟ هل مارسنا هذه بشكل عملي؟ ليس فقط، يعني بعض الإخوة يقول خلاص أنا بحطه في الحلقة وانتهى، لا، أسمع لولدي وتابع معه حفظه ولو في الشهر مرة، أجلس معه. يعني أنا عندي في اللقاء العائلي في بيتي بحمد الله كل لقاء يقرأ واحد من الأبناء الصورة التي يريدها، ونبدأ أول ما نبدأ في اللقاء العائلي بقراءة لأحد الأطفال الصغار عندي، سواء طفلة 6 سنوات أو 8 سنوات أو 10 أو أخوهم الأكبر، وهكذا كل من أجل أن يرتبط القرآن أيضا في داخل بيتي. الآن بس نبي واحد، احنا وصلنا للسؤال حقه، بس نبغى واحد غيرك. في اختبار سريع يا مشايخ، بس أبي الكتاب يا شيخ وليد، الكتاب، الله يعينك، خل واحد يجي بعد. طيب على ما ننتظر واحد يجي بيروح علينا الوقت، نبغى الشباب كذا شقردية يوزعوا هذه، شباب شباب شباب، بس شيبان لا، ايوه لا، انت لا، ابدا ابدا، ابغى الشباب نمون عليهم، لكن انتم لا، الله يجزا خير، كتب اجره سم، عاد ما ادري تجي عليكم ولا لا. هذا اختبار سريع يا اخوه عن التفاهم بين الزوجين، ابغى نشوف بينكم وبين زوجك تفاهم ولا لا. خلونا نطلع الفضايح اليوم. ايه جيد، يوصل لهم الأخوات أيضا، ستصلكم الأوراق إن شاء الله. اللي تصل الورقة يبدأ في الحل،
ابدأوا في الحل يا مشايخ. شيخ وليد حاول توصلوها للنساء سريعا بالله لو سمحت. يلا جزاك الله خير شيخ. اللي ما توصل الورقة ترون لا يحزن ها، لأنها فضيحة بعدين تصير. حلوا لو سمحتوا مباشرة الله يرضى عليكم. السؤال يقول هل بينك وبين زوجتك تفاهم؟ خلصنا مرة سكينا الدكان. اللي ما وصلت الورقة معناه بينه وبين زوجته تفاهم إن شاء الله، فلا تحرصوا. أيوة أشر أشر على كل واحد منها. ها؟ لا هي في أوراق أخرى ما أدري يمكن أخطأ في التصوير. خلاص السؤال الأول هو قام الطرف الآخر بفعل ما يضايقك، هذا اللي عندكم؟ هذا هو هذا هو هذا هو. أنت إيش تبغى يعني؟ عرف كذا وأذكر ثلاثة ما يصير. بنسوي لك الليلة قنوت يا شيخ، إن الله يجبر كسرك. أيوة. طيب مشايخ نتوقف، أظن انتهيتم جميعا ها؟ الأخوات النساء وصلكم؟ أرجو إبلاغي إذا وصل. الأخوات الكريمات شيخ خالد. طيب المشايخ انتهيتم ها؟ ترى مو اختبار صعب لهالدرجة حتى نحتاج إلى. طيب بس عفوا وصلت يلا، بس لو تأخذون الأخوات دقيقة لو سمحتم لحل الأسئلة. طيب نأخذ الدرجات سريعا. السؤال الأول السؤال الأول طبعا أنت تضع الآن درجاتك في الأخير نجمعها. الأول فقرة ألف الدرجة المعطاة عليها صفر، وباء واحد، وجيم صفر، ودال صفر، رحتوا فيها. طيب السؤال الثاني، السؤال الأول ألف عليه صفر اللي هو أول فقرة الاختيار الأول في السؤال الأول، وباء واحد، وجيم صفر، ودال صفر. السؤال الثاني يا إخوة رقم ألف واحد، باء صفر، جيم صفر، دال صفر. رقم ثلاثة ألف صفر، باء واحد، جيم صفر، دال صفر. رقم ثلاثة ألف صفر، باء واحد، جيم صفر، دال صفر. رقم أربعة نبغى في الأخير تجمعون درجاتكم لو سمحتم. رقم أربعة السؤال رقم أربعة والذي يقول كيف تبين أنك تستمع حقا لما قاله الطرف الآخر؟ تومئ برأسك كثيرا وتقول كذا، تعيد صياغة ما قاله تأكد من صحته، تفتح التلفزيون بعد أن ينتهي من حديثه، تقول له ما تشعر به بخصوص الأمر. رقم أربعة ألف صفر، ألف صفر، باء واحد، جيم صفر، دال صفر. رقم خمسة رقم خمسة معي مشايخ؟ طيب رقم خمسة ألف صفر، وباء صفر، وجيم واحد، ودال صفر. أحسن واحد اليوم اللي حصل أصفار كثيرة. اللي ما عنده سيارة أحسن. رقم ستة الأخوات معي أيضا. رقم ستة ألف صفر، باء صفر، جيم صفر، دال واحد. رقم سبعة ألف صفر، باء واحد، جيم صفر، دال صفر. رقم ثمانية وهو السؤال الأخير قال لك الطرف الآخر توا
على الآن، ما سبب لك الضيق؟ هل تحاول أن تشرح ما ضايقك؟ لماذا ولماذا تنفجر غاضبا معلنا عن ضيقك الشديد؟ تقول ما تعلم أنه سيضايقه، تتظاهر بأن كل شيء على ما يرام. رقم ثمانية، ألف واحد، ألف واحد، باء صفر، جيم صفر، دال صفر. يلا يا مشايخ اجمعوا درجاتكم الآن لو سمحتم، اجمعوا الدرجات، نأخذ النتيجة، والأخوات أيضا يجمعوا النتيجة لو سمحتم. نصف دقيقة لجمع النتيجة. تريد تبدأ؟ جمعت كم طلع؟ ثلاثة. طيب يلا يا مشايخ جمعتهم؟ طيب مين وصل خمسة يا إخوة؟ مين وصل خمسة؟ ما شاء الله. مين وصل ستة؟ ستة. من وصل سبعة؟ ما شاء الله. من وصل ثمانية؟ ثمانية. طيب نقرأ النتيجة. تقول من صفر إلى ثلاثة أنت بحاجة ماسة، أنت بحاجة ماسة إلى درس بل دروس في فن التواصل. لا أحد يقول بدرجة مرة، الفتنة نائمة لا أحد يوقظها أبدا. إذا لم تتعلم كيف تتواصل جيدا لن تستطيع حل مشكلاتك. لعلك بحاجة إلى مزيد من الثقة بالنفس، قد تكون عصب المزاج، أو ربما تحتاج إلى دورات في فن التواصل مع الآخرين. من أربعة لستة الإخوة اللي من أربعة لستة مستواك جيد، لديك أساسيات التواصل، ولكن شيئا ما يعوقك عن التواصل مع الطرف الآخر. مهمتك هي معرفة ماهيته. من سبعة لثمانية تواصلك ممتاز، لا يبدو أن لديك مشكلة في إيضاح ما تشعر به للطرف الآخر أو في جعل الطرف الآخر يعبر عن مشاعره، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف كانت نتيجة الطرف الآخر وهم الأخوات النساء؟ إذا فعلا الأخ أبو سبعة أهلك معك يا شيخ ولا أنت ستة وصلت؟ ستة. والأخ سبعة أنت ستة. مين سبعة؟ سبعة أهلك معك؟ تقدر تصل عليهم بالجوال؟ طيب السؤال كم النتيجة عندهم؟ ما عليه، يعني تشوفوا الفضيحة قسمتان، قسمان على الملأ وخاصة. لا يردون إن شاء الله. ردوا عليه. الاسم الكريم علي المالكي، علي المرعي، علي المرعي المري. الأخت أهل علي المري لو سمحت رد على جوال، يعني لن نجعل لكم أيه. طيب كم النتيجة؟ سبعة. ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، ما شاء الله. طيب إذن لك مني هدية أنا خاصة لك ولأسرتك، سلسلة الجوهرة 76 قصة. تمام. طيب البقية يا إخواني سجلوا ليلي الله يرضى عليكم. علشان يعني طوروا أنفسكم شوي. طبعا هذه اختبارات تذكر في كتب علم النفس، لها حظ من الصحة، لكنها ليست يعني تجزم 100%، لكنها تعطي الإنسان إشارة أن فيه خطر، فيه نقطة لا تزال غير واضحة. وأنا أتصور أكبر مشكلة الآن بيننا يعني كزوجين هو نقص التفاهم، ضعف التفاهم بين الزوج، بين الزوج والزوجة. لهذا إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله سنتحدث عن هذا بشكل موسع، وهو قضية كيف يبني الوالدان ثقافتهم التربوية. وأن أول قضية طبعا عندنا ثلاث قضايا سنتحدث عنها، وهي تفاهم، تعاون، تعلم. سنرى كيف طريقة التعلم. لهذا يا إخواني نصيحتي لكم، خذوا كتاب واحد فقط في التربية لمدة سنة، سنة كاملة. وما دام زوجتك الآن معك، حتى لا تقول والله يعني تأخذ هذا الاقتراح وتتركه في داخل نفسك، لا، اتفق من الليلة خذ كتاب في التربية، اقرأ في الأسبوع مرة واحدة. ينام الأولاد في أيام المدارس، تبقى أنت وزوجتك، اقرأوا مرة أو مرتين في الأسبوع، صفحة واحدة أو صفحتين، ليس بالضرورة يكون درس طويل ومحاضرة. ثم بعد ذلك ابدأ وناقش هذه القضايا مدى مناسبتها، مدى تفضل.
الكتب كثيرة، أنا أنصح إخواني بكتاب العشرة الطيبة لمحمد حسين يعقوب، كتاب جيد، ميزته جمع العشرة الطيبة لمحمد حسين يعقوب، نكتبه حتى لا ينسى، العشرة الطيبة، مجلد واحد جميل، لو قسم على سنة كاملة ويقرأ الزوج والزوجة، غير القراءة طبعا الفردية، القراءة الفردية مهمة جدا. يعني أتصور امرأة مقدمة على حياة جديدة، أقصد كولادة وعندها أطفال صغار، ما عندها كتاب أمهات للمرة الأولى، أتصور في 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 قصور تربوي كبير جدا لديها. لهذا الأخوات اللي عندهم أطفال صغار سينجبون أولاد إن شاء الله في الفترات القادمة، يحتاجون لكتاب مثل هذا الكتاب أمهات للمرة الأولى لصفاء العظمة، أمهات المرة الأولى لصفاء العظمة من إصدار دار الفكر في سوريا، كتاب جميل حقيقة بحاجة إليه الأخوات كثيرا. خرج كتاب آخر اسمه طفلي الأول من دار وجوه، من دار وجوه، لكن الكتاب الأول كتاب علمي دقيق مميز. الكتاب الثاني يتكلم على قضية إشكالات وأحيانا ليس يعني مركز على مرحلة عمرية معينة، اسمه طفلي الأول أو مولودي الأول من دار وجوه. وأنا أنصح الإخوة اللي يذهبون للرياض يزوروا دار وجوه، دار وجوه، وجوه جمع وجه، فيس، فيسز، لا يعني جمع وجه يعني فيس يطلع، ما يطلع فيسز، أنا ما أعرف إنجليزي ترى، بس يعني أضحك على بعض شوية. هذا يقول مرة واحد كان جالس في مجلس مع مجموعة، راحوا أبو شهرين ذول اللي يروحوا عند عوائل وأسر ويرجعوا، فجلس معهم وكلهم جالسين يتكلمون لغة إنجليزية، إنجليزي مع عربي ميكس، فيقولون إيش رأيكم اليوم نتعشى في الكيف سي واليوم مدري إيش، كلها عبارات إنجليزية مع عربية، وهو في داخل يقول الله بس يستر ليس أني واحد منهم بسؤال بروح فيها، لأنه ما يعرف ولا كلمة بالإنجليزي. فقالوا لي يا فلان إيش رأيك في الدي بي آي، إيش رأيكم أنتم في الدي بي آي يا جماعة، كويسة صح؟ الله إنكم ما شاء الله عليك، هذا كتاب لك هدية. تفضل نعطيك هدية كمان. فقال لهم الدي بي آي إيش قصتكم بالدي بي آي يا جماعة، الدي بي آي هذا شيء يعني اختصارات كثيرة اسمها الدي بي آي، قالوا يعني الدي بي آي اختصار لأسهم في دبي، اختصار لأسهم في دبي، قال له ما من أول قولوا، طيب إيش الإجابة، قالوا والله الدي بي آي صار عليها تي تي اي. عاد الحين إيش التي تي اي، إيش رأيك يا شيخ علي، التي تي اي تعرفون الأسهم كلها حمراء ما في أخضر مرة، المؤشر كله نازل، فقال لهم والله الدي بي اي يا جماعة صار عليها تي تي اي، قالوا إيش قصدك بالتي تي اي، قال لهم معناه طارت الطيور بأرزاقها. هذا الترانسليشن عند هذا الرجل. لذلك أنت إذا غلب حصانك مرة اشتغل نفس الشغل هذا، إذا شفتنا والله في مجلس اشتغل معاهم رموز دي بي اي تي تي اي جي بي ام، وانت ماشي اخر شيء تطلعوا كلكم وكالات سيارات ان شاء الله. طيب نعود الى لقائنا احبتي الكرام، هل بيننا تفاهم في حياتنا الزوجيه؟ رجعونا رجعونا رجعنا على الشاشه يا شيخ، هل بيننا تفاهم في حياتنا الزوجيه؟ هل حياتي الاسريه سعيده؟ كل هذه الاسئله تحتاج الى اجابه منا لكن صريحه. دائما يا اخوتي الكرام دائما يا إخوة الكرام طريقة المحاسبة الشخصية الفردية يعني على مستوى تربوي وعلم النفس أيضا، دائما اجلس مع نفسك ووجه إليها الأسئلة التي تشعر بأنها هي التي تجعل شخصيتك مميزة. وفي الغالب يا أحبة الكرام في الغالب أن الإجابات في المرات الأولى إجابات مشوشة غير واضحة، بحكم أننا لم نتعود على توجيه هذه الأسئلة لأنفسنا، ثم بعد ذلك نبدأ في اللقاء الثاني أو في المحاسبة الثانية في الجلسة الثانية لنفسك، تجد أنه بدأت الأسئلة تتشكل في ذهنك. لهذا نصيحة لإخواني الكرام أنه بين فترة أخرى إذا أخذت سيارتك، أخذت زوجتك معك في السيارة لوحدكم أو ذهبتم إلى الشاطئ والأولاد يلعبون جالس أنت وياها، ما أنتم حصلين كلام تقولوه، اسألها عن أولادها، قل لها إبراهيم كيف وضعه في البيت، لأن تبقى الأم هي قريبة للأبناء أكثر من الأب. في المرات الأولى لن تجد إجابة واضحة، تجد إجابة هلامية غير واضحة، لكن بعد ذلك
ستكون مستعدة للسؤال وستصبح عينها عين قاضي وشرطي في داخل البيت يتابع ما يجري في البيت لكي تعطيك تقييم صحيح لإبراهيم وسارة وعبد الله وناصر وصالح. نحتاج أنه أيضا نسأل أنفسنا فعلا بين مرة وأخرى كأزواج في هذه القضية. تذكر أيها المربي أنك أنت المسؤول الأول عن تربية أسرتك، هذا واضح لأحبة الكرام، أن الذي يكتب أهدافه تكون إنجازاته 10 أضعاف الذي لا يكتب أهدافه. تبغوا تربوا صح، لا تجعلوا الدنيا في رؤوسكم أحلام وأماني، نزلوها على أرض الواقع. أي شيء في حياتك حتى خطتك الشخصية على مستواك الشخصي تحتاج أنك تنزلها لأرض الواقع عشان تتابعها. أما أحلام، أما أشياء في الرأس ما تتحقق يا إخوة، تبقى أحلام وأماني. يعني واحد من 5 سنوات 6 سنوات يريد أن يقرأ كتاب تفسير للقرآن الكريم كامل، لكن قل سأقرأ في كل يوم 10 ورقات، تجد أنك في نهاية السنة على الأقل أنجزت 70% 80% من هذا. لكن لا تبقى أشياؤنا أحلام في أذهاننا. أيضا البيت هو المكان الذي يكون لأهله نوع من التحكم فيه، للغرب ولا الشرق ولا أي ناس في الدنيا يستطيع أن يمنعك من تربية أولادك، صحيح؟ ولن يفرض عليك أحد أن تدخل أي قناة فضائية لا تريدها إلى داخل بيتك، ولن يمنعك أحد من الناس أن توقظ أولادك لصلاة الفجر ويذهبوا للمسجد. ليس هناك لا شارع سيء هنا، وليست قضية الغرب وإفسادهم. نحن دائما نجعل كل مشاكلنا نعلقها على مشاجب أخرى هي في الحقيقة لا تنفعنا، إنما نجعلها مهدئات ومسكنات لنا، وهذا خطير على المدى البعيد وباهظ التكاليف. نحتاج أن نقف مع أنفسنا وقفة صحيحة وصريحة بأن هذا البيت لي وأنا سيده وملكه والذي أتحكم فيه، ولن يغصبني أحد على فعل شيء لا أريده في الداخل. أيضا يا أحبتي الكرام، أن ولدك امتداد لك بعد موتك، فاحرص على هذا كثيرا. نور في القبر دعاء لك، وتلبس تاج التربية 90% في حياتك، والرعاية وهي المأكل والمشرب 10% فقط. الآن حياتنا ماذا؟ قلوبة، صحيح؟ لهذا تجد الناس تحوش عشان تبني، واللي تشتري شقة على صلاح سالم في عمير العبور، ولا تروح تشتري لها تبني بيت، هذا صحيح جزء أساسي، المأكل والمشرب والمسكن والملبس جزء أساسية في حياة الولد. لكن أيضا أين التربية؟ نحن الآن يا إخواني يأتينا الضيف ندفع 1500 على ذبيحة، نروح لنا وأولادنا في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو مرتين إلى بوفيه مفتوح، نخرج ب700 غدا ولا لا يا إخوة؟ 120 اشتراك في مجلة تصلك إلى بيتك وتثقف ولدك، لاحظتم أنه ما في إلا 2 من الإخوة عندهم اشتراك في مجلة، وهذا يجعلنا فعلا ندق ناقوس الخطر وأن هناك مشكلة تحتاج إلى انتباه. واحد من الإخوة ما شاء الله ولده عمره 5 سنوات، وزنه قرابة 50 كيلو، طبعا 55 كثير يا إخوة، 5 سنوات عمره وزنه ما شاء الله، حتى إذا جاء المرجيحة تسمع لها أطيط كأطيط المرجل، تسمع صوت ما شاء الله حركة، مع احترامي لكل النحاف يلا يضحكوا بالتدريج. فيقول واحد من الزملاء، فقلت لصاحبي هذا الرجل كيف وصل لهذا الوزن؟ قال لي يا أخي يحطوا له في الرضاعة مرقة لحم، مو حليب، لا S26 ولا بروجرس ولا غيره من شيء، والله يقول لي يحطوا له مرقة لحم في الرضاعة. أعوذ بالله، هذا إيش كيف بيوصل إذا صار عمره 15 سنة ولا 20 سنة؟ تجد عندنا فعلا اهتمام ورعاية بهذه الأشياء. الإجازة الصيفية نذهب إلى ماليزيا ونصرف لنا 45,000 تذاكر وسكن، صحيح؟ مع أنه هذا يعني أنا أتصور أنه أحد مشاكلنا في العالم الإسلامي وأيضا في بلدنا هو ضعف فقدان الأولوية في حياتنا. رقم 1 ضايع، ذلك تجدنا نشتغل على 5 6 7، لكن 1 2 3 4 لا تزال غير واضحة وغير معمول لها. طيب أبناؤنا كالإسفنجة يتشربون تصرفاتنا بدقة عالية، دقة عالية. لو تسألني وتقول لي كل كتب التربية هذه والدورات ممكن تختصرها في شيء، أقول لك نعم. إذا أردت أن تعرف معنى التربية وأنت تعرفها وأعلم بها بإذن الله تعالى، التربية تساوي القدوة، قدوة، التربية تساوي القدوة. غضب ممنوع خارج المنزل، ممنوع داخل المنزل، رفع أصوات خارج المنزل ممنوع،
داخل المنزل أيضا ممنوع، الضرب في المدرسة ممنوع، أيضا في داخل البيت ممنوع، بس يا ليت يسن قانونا. خلونا نشوف سلوك أولادنا صورة طبق الأصل لسلوكنا الشخصي. أضرب أمثلة على هذا. شوف التصرف منا والسلوك من أبنائنا، ما نقوم به كوالدين يتعلمه أبناؤنا منا مباشرة. كيف؟ نأخذ أمثلة. عندما نتكلم ونناقش ونصرخ ونعلي أصواتنا، فإن الولد يتعلم الشيء التالي: أحب أن أكون فظا غليظ القول مثل والدي. لا تلاحظون أحبتي الكرام أن الولد أحيانا يرفع صوته على أخواته ويضربهم؟ هو الحقيقة الآن يمثل دور كان قد رآه ليس مرة ولا مرتين بل عشرات المرات من والده، سواء على أمه أو على الآخر. اتصلت بي مرة واحد إحدى الأخوات متزوجة عندها أولاد، تقول: بس يدخل زوجي يوميا إلى المنزل فيبدأ بأنواع السباب والشتم لي، ويسمها بعبارات حيوانات تكرمون والمكان شيء عجب. ثم سألت عن ذلك الشخص، وإذا به شخصية كبيرة وله وزنه في مجتمعه، وهذه مشكلة إخواني نحتاج أن ننتبه لها. عندما ننتقد أبناؤنا ونقلل من شأنهم، لك شهر في كتاب واحد في قصة واحدة، أنا لن أبادر أبدا لأنهم ينتقدوني ويحرموني. وحتى على مستوى الأسرة، وإن شاء الله سنتكلم عنها في الدورة القادمة بإذن الله، كعلاقة زوجية يعني أقول بملء فمي أن أحد الأسباب الجوهرية والأساسية لتغيير الزوج أو الزوجة شيء واحد، وهو شيء شرعي ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. ادخل أي مكتبة من مكتبات الدنيا الآن بالعربية تجد ثلاثة مجلدات اسمها مناقب أبو بكر، صح ولا لا؟ ثلاثة مجلدات مناقب عمر ومناقب عثمان ومناقب علي ومناقب آل البيت إلى غير ذلك. ما معنى مناقب؟ هي ماذا؟ عبارات مدح وثناء خرجت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا يا مشايخ؟ لكن نحن في حياتنا اليومية كآباء كأزواج كم عبارة ثناء ومدح تخرج من أفواهنا، وهذه ترى خطيرة يا أخي، خطيرة جدا. وأنا لا أريد أن أتكلم الحقيقة في العمق، يعني في بعض قضايا خاصة جدا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، نتحدث عنها إن شاء الله في اللقاءات القادمة، لترى عمق الترابط بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المكان العام وهو يقول: ولقد رزقت حبك يا عائشة، من أحب الناس إليك، في صحيح البخاري ومسلم حديث عمرو بن العاص قال عائشة أمام الناس، ثم من؟ لست عن النساء أسألك، إنما عن الرجال، أبوها، أبو عبيدة، عمر بن الخطاب. إذن المدح والثناء والتشجيع عود لسانك عليه، وأبعد عبارات السخط والانتقام. وإذا أردت زوجتك ألا تتغير وتبقى على حال سيئة ولا تكون متفاعلة معك في كل شؤون حياتها وكذلك العكس، فاستخدم هذا الأسلوب، هو أسلوب التحطيم، أسلوب الانتقاد، أسلوب اللا تشجيع. كل شيء منتقد، أكلا ولباسا ومشية وجلسة ونوما وكل شيء، هنا سيتحطم. وخاصة التعامل مع الأبناء من سن 12 إلى 18 سنة، استخدم هذا السلاح. وسأذكر لكم بعد قليل إن شاء الله بعد صلاة المغرب استبانة وزعت على 3000 أسرة في ذكر أهم القضايا التي استخدموها في بيوتهم فتغيرت حياتهم رأسا على عقب، وذكروا مجموعة من القضايا سترونها إن شاء الله على الشاشة. لكن نصيحتي لإخواني ولنفسي أولا: نعود ألسنتنا على عبارات الثناء والتشجيع، الحب والمدح والمودة والألفة كلها تصنع بمثل هذا. طيب نمر سريعا، قراءة الكتب من الأب، حب القراءة والتعلم، الاعتذار إذا أخطأت، التواضع والعدل. أحيانا يدخل الأب وهم تنرفز عصبي، تقابلك الزوجة عند الباب تقول لك: والله الأسطوانة خلصت، ما في غاز وبصل ما في، والزيت من يومين قايلت لك ما جبت ولا شيء، صح؟ يعني آخر شيء راح تتغدون إيش؟ أندومي. طبعا في ماذا يحصل؟ قد يحصل من بعض الأشخاص حاشاكم أنه يرفع صوته على أمي على زوجته وتصبح مشكلة في داخل البيت.
هذا المشهد دائما الأبناء يتشربوه قطعا، ويصبح هذا الابن يرى أن من الرجولة ومن القوة أنك إذا حصل مثل هذا الموقف أن ترفع صوتك. وأنا أرى أنه بعد أن تهدأ الأمور خاصة في اللقاء العائلي أنه يذكر التصرف وأنه هذا كان خطأ، وليس فيه نقص للإنسان وليس فيه عجز يعني من هذا الشخص. أحد الأشخاص مرة نصح أنه قال لأولاده كل ما شفتوني متنرفز رافع صوتي قفوا في مكانكم ولا تتحركوا، كأنه يعني في طابور عسكري. يقول في يوم من الأيام كنت فعلا غضبان وبدأت أرفع صوتي في داخل البيت فكلهم وقفوا. يقول واحد من عيالي كان لما وقف ما كان عليه إلا تكرمون سروال صغير وفنيلة ما فيه. يقول فكان المنظر مضحك فأنا انفجرت ضاحكا وذهب كل ذلك الغضب عليه. ممكن تأتي أحيانا بعض المواقف. اتصل بي أحد الأخوة قال لي يا أخي عندي بنت عمرها 3 سنوات صار بيني وبين أمها خصومة في المجلس. فقالت لي بعد ما راحت أمها شوف يا بابا أنا والله أكرهك، عمرها 3 سنوات ليش دائما أنت تضرب ماما؟ لا، الله يسخر أحيانا ألسنة الصغار لتكن عبرة للكبار ولينتبه الإنسان. أيضا أحبة الكرام، الانتقاد كثير التسخط، جو من العداء عدواني، جو من القلق خوف داخل البيت. تجد بعض الآباء قلق دائما، الغيرة حسد في داخل المنزل، التشجيع ثقة في داخل البيت، ثقة تشجيع عجيب خاصة من الصغر، من الصغر مدح وثناء وعبارات جميلة، لكن مدح في مكانها أيضا، ما نبغى مدح مبالغ فيه ولا مدح مستثنى. أيضا من الأشياء الصراحة الصدق في داخل السلوك من أبنائنا، العدل الإنصاف، أمان في داخل البيت، ثقة أيضا تتكون عند الأبناء. تفضل. ما مشكلة، كم تدفع عيدها بس مسجد المشكلة. طيب في فراغ تحت تلاحظها، ابعد الصورة يا أخي، بعد تحت الأمان في فراغ. أبغى واحد كذا أو مجموعة من الأخوة يذكروا لي فعلا سلوك طبقه في البيت سواء كان سلبي أو إيجابي ورأى أثره على أولاده. يلا يا مشايخ، فهم السؤال أعيد مرة أخرى. تفضل. كيف؟ أها، هل وجدت أثر هذا على أولادك؟ أكيد. يعني أعطيني مثال. جميل. تمام. هل وقعت مشكلة لولدك يوما ما وجاء وذكرها لك؟ من برا. جميل. جميل. مثال آخر تفضل. جميل. طيب ممكن بس عشان انت زي ما انت تسمع رأي أولادك احنا عاوزين نسمع رأيك كمان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعود أولادي ان انا اسمع رأيهم وناقشهم فيه وبين لهم انه خطا بحيث يقتنعوا، واقول لهم اذا غيرك مش مقتنع برايك اقول لك خطا، مش عيب ومش غلطان في حقك. هل وجدت من حقه انه يشوفك غلط؟ جميل. عايز تقنعه اقنعه، مش عايز تقنعه ده مر بك مثال عملي واقعي؟ يعني مثلا لما نيجي نشتري حاجات لا ما في مثلا. ابغاك انت في اسرتك. نعم. وفي اسرتك كان قضيه معينه مشكله معينه جلست مع أولادك وقلت لهم كذا وكذا وكذا وجدت أثر من أولادك نتيجة لهذا الشرح. أنا ما أريد معلومة ثقافية تربوية، أريد شيء عملي واحد فعلا مر به في داخل البيت. الأخوات إذا عندهم مثال جيد نسمع منهم. يعني شيخ لما نيجي نشتري حاجات مثلا ده عاوز دي ده مش عاوز دي خالص، طب براحتك أنت مش عاوز دي خلاص سيب غيرك يختار اللي هو عاوزه، وده شيء يخصه ومش هيأثر عليك أنت في اللي أنت اخترته. جميل. جميل. سواء لبسة أو أكل أو حاجة زي جميل. كده. جميل. حسنت. طيب إذن أحبة الكرام، دائما التصرف منا هو سلوك من أبنائنا، أنت مراقب في داخل البيت فانتبه لتصرفاتك خاصة مع الزوجة فإن الأبناء يتشربونها. لذا
دائما كل التربويين والأسريين والإرشاد وغيرهم يقولون لا تجعلوا مشاكلكم أماما إذا بليتم فاستتروا. احنا دائما نقول للإخوة في دورة كيف نحتوي خلافات الأسرية، إذا أردت أن تحل مشكلتك الأسرية فابحث عن مكان لا تستطيع أن تصرخ فيه، في مكان لا تستطيع أن تصرخ فيه ترفع صوتك، لأنه دائما رفع الصوت دليل للفشل، هذا ما فيها كلام. لكن ابحث عن مكان عام شاطئ ولا مطعم عائلي تجلس أنت وزوجتك وتتناقش قضية معينة. كم باقي لنا شيخ؟ دقيقة واحدة بس. أي. تعرفون هذا الرجل صحيح؟ ربيعة الرأي. في سؤال سنجاوب عليه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، ونمر على الإجابة التي أنا أريد الحقيقة إجابة دقيقة منكم، جوائزكم جاهزة إن شاء الله. تخيل ولدك بعد 20 سنة، ماذا تتمنى؟ أريدكم تذكروا لي أهم 6 قضايا تريدونها في أولادكم بعد 20 سنة. يعني تصور عندك ولد الآن في عمر 1-2-3 من قبل دخوله المدرسة، تصوروا بعد 20 سنة ماذا تريده؟ ما القضايا التي تريد أن تزرعها في هذا الولد وتبنيها فيه؟ وما الصورة النهائية التي ترى أنها مثالية وصورة رائعة، مثالية واقعية يمكن أن تطبق، يمكن أن تحققها مع أولادك؟ هذا السؤال نجاوب عليه إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. الآن الإخوة يجعلون الحقيقة ربع ساعة من أجل استثمار ساعة الجمعة، ومن أجل أيضا الوضوء لمن أراد أن يتوضأ. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. الله تعالى اسمحون بسؤال سريع. قولوا تفضل. طيب، بعدما أخذنا هذا العصرية الجميلة مع هذه الوجوه الطيبة، ما أهم قرارين تريد أن تتخذهما إلى هذه اللحظة؟ تفضل شيخ علي. هذه واحدة. في واحدة ثانية؟ هذه جيدة. تفضل. جميل جميل. ها مشايخ اليسار زعلانين يا جماعة منكم، ممكن بس نروح شوي ونرجع. ها واحد اللي كلمني قال تفضل شيخ أبو عبد الرحمن. خلاص يا أخي خلاص، الكودات هذه جننتونا. تفضل. مشي العمل فعلا، أنت ترى أنك في البيت جالس تطبقه بطريقة، واسمح لي أنت في مقام والدي الحقيقة أنا أستحي أتحدث معك بهذا، لكن هل فعلا ترى أنه في أشياء لابد أن تتغير عندك؟ مع أن السودانيين ما يعصبوا إلا بعد كم، يعني ديزل ما شاء الله عليكم، يعني يبغى لكم 4 ساعات 5 ساعات حتى، لذلك الزولات مرتاحات معاكم يا أخي. طيب آي مشايخ، من غير ما تتلطم بجيبك، أنا بس جالس أدور عليك من مجموعة. لا أبدا. فعلا ما هو أهم قرار تريد أن تتخذه بعدها مضي ساعتين من الدورة؟ هل في قضية فعلا كانت تقلقك وتحس أنك ستبدأ بها في تغييرك الأسري، في تربيتك الأسرية؟ لا تجاوب علي بمشكلة، أنك إذا سؤال بسؤال معناه ما راح ننتهي. أنا أسألك ما هو الشيء العملي الذي فعلا أنت في داخلك يعترك وتريد أن تبدأ به في البيت في التغيير بعد هذه الساعتين اللي قضيناها العصر؟ جميل. جميل جميل. أنا إلى الآن الذي أريد أن يصل إلي ما وصل، ما إجابتين كذا حلوة نأخذ من اليمين بس سامحونا. ها مشايخ، أنت متزوج؟ العزابي لا. إن شاء الله الدورة الجاية تجي متزوج الشهر الجاي. يلا توكل على الله. عطنا ايش اللي عندك؟ يعني انت تقول ايش ابرز الخطوات اللي ودك تقدمها انت كاخ الان في داخل البيت؟ ودي يكون لي تاثير للبيت. جميل. الان هل انت يعني لو شغلات من هل تقوم بدور انت الان في البيت ولا لا؟ اقوم بدور لكن ودي اطور. مشي فعلا لليوم تشعر انك لابد ان تبدا به في البيت؟ يعني قد يعني انا اكبر اخواني، ف على اقل تقدير اقرا عن مراحلهم العمريه كيف اتعامل معهم. جميل. بحيث اني ما اثر عليهم سلبا. يعني على اقل تقدير. ما نويت تتزوج بعد هالكلام؟ لا
متى؟ خلنا نسوي لنا جمع تبرعات ويلا توكل على الله. طيب إجابة أخرى مشايخ؟ تفضل أخي. اشتراك في مجلة. طيب نعود إلى ما نحن فيه أخوة الكرام، وهو كنا قد سألنا سؤال قبل الصلاة، عيدون على الشاشة يا شباب، ماذا تخيل ولدك بعد 20 سنة؟ ماذا تريد أن يكون ذلك الولد؟ إجابة سريعة لو سمحتم. ها تفضل. يخدم نفسه ودينه. ها أنا سأعيد الأخوات أيضا النساء، أنا أسمعكم. ها إذا في إجابة نأخذ إجابة من هنا وإجابتين من هنا وإجابة من هناك. ها مشايخ تفضل. مباشرة في المشاكل، خليه يروح للأشياء اللي ستحت. طيب ماشي تفضل. عضو فاعل. جميل جميل. وغيره مشايخ تفضل يا أخي. جميل. صالح مصلح. ها جميل تفضل. يا سلام أحسنت. وغيره في جواب عند الأخوات؟ ماذا تتخيلي أو تتخيل ولدك بعد 20 سنة؟ ما هي أهم القضايا اللي تراها قضايا رئيسة جوهرية لا بد أن تكون في هذا الولد؟ لا تتخيل أولاد الجيران ولا أولاد الحي، ولدك أنت، ولدك. تفضل تفضل شيخ. أب صالح، مشروع أب صالح. جميل. ها مثقفا وليس متعلما. مدرس أنت صح؟ واضح عليك. طيب جميل جميل أحسنت. أستاذ كذلك؟ مدرس إيش؟ هذا هو يعني اسم على مسمى. اسم على مسمى. طيب تفضل آخر إجابة. عصاميا. أجل سمى أنت عيالك عصام واحد، عصام اثنين، عصام ثلاثة، عصام أربعة، عشان يطلعوا كلهم عصاميين. صحيح. أبشرك ميزة أولادنا، إحنا ما نحل لهم ولا مشكلة، كل مشاكلهم برا ما ندري عنها. طيب خلونا أعطيكم رأيي إخواني ونصوت على هذا، هل أنتم موافقون أم لا؟ أول قضية أنا أرى أننا بحاجة إليها أن يكون قريب من ربه، متفقون؟ ها؟ أول مرة اتفاق على مستوى العالم العربي. أخلاقه عالية، ما رأيكم؟ تمام؟ الثالثة ثقافته عالية، جيد. الرابعة متميز في وظيفته، موافقون لنلغيها؟ تمام. الخامسة ناجح في زواجه. شوف لنا الأصفر بس كيف كفك، مو زي أبوه. في كتاب خطير جدا في السوق، بس كيف نقوله من غير ما يسمع النساء. لا بستخدم معاكم مثل ما فعل أشعب مع أمه. أشعب تعرفون بخيل وطفيلي، وأمه كانت أشد بخلا منه، فمرة صاد لها غزال فقال والله إن قلت لها أن صدت غزالا لتموتن، لكن جاء وقال لها يا أمه تعرفين حرف الغين؟ قالت نعم. قال والزاي؟ قالت نعم. قال والألف؟ قالت نعم. قال واللام؟ قالت نعم واغمي عليها. فهي جمعتها سرعة الحروف ومشت معها. طيب هما كتابان حقيقة، واحد لك واحد لزوجتك، بس افهموه صح عشان ما تفهموه بنفس العنوان. الكتاب الأول للزوج، كيف تتخلص من زوجتك القديمة. اي نعم هكذا عنوانه، حيضحكوا عليكم هناك نفس الشيء ما عليه. الكتاب الثاني هو كيف تتخلصين من زوجك القديم. بدت الحين الأمراض النفسية تطلع. يلا الكتاب عبارة عن ماذا؟ عبارة أن هناك أخلاقيات غير جيدة لا يرغبها الزوج في زوجته، والعكس لا ترغبها الزوجة في زوجها أيضا.
اسمه خلوه شوي بيجي إن شاء الله، كان معي بس أشغلتوني بضحكتكم هذه. كيف تتخلصين من زوجك القديم؟ بمعنى هناك أخلاقية غير جيدة في الزوج، مثلا بعض الأزواج بعيد عن البيت والأسف، نسبة مشاركته في المنزل ضعيفة جدا، بعض الأزواج عصبي سريع الغضب وغيرها. في حلول لهذه الإشكالات في هذا الكتاب، كيف تتخلصين من زوجك القديم وكيف تتخلص من زوجتك. لا تتصور، دائما يقولون في حكمة جميلة يا إخوة، يقولون كلما كبرنا في السن كلما ساءت ظنوننا، صح ولا مو صح؟ يا ليتنا بعقلية الطفولة يا أخي، الواحد يعني عقله ونفسه، لكن أصبحنا الآن كل شيء عندنا سوء ظن وللأسف. طيب القضية السادسة، فعال في إيش؟ تشوفوه ولا ما تشوفوه؟ مجتمعي. إذن ست قضايا أنا أتصور أننا كآباء كأمهات بحاجة إلى أن نزرعها في أولادنا. متفقون يا إخواني؟ مجمعون على هذه الست؟ دعونا نسأل أنفسنا مجموعة من الأسئلة عليها. الأول، لا تنسوا الست، إذا بتكتبوها سريعا، قريب من ربه، أخلاقه عالية، ثقافته عالية، متميز في وظيفته، ناجح في زواجه، ثم القضية الأخيرة، فعال في مجتمعه. طيب كتبنا الست الأشياء، نعيد. طيب سريعا بس يا إخوة، ترون هي ما هي حصة إملاء. فعال، ناجح، متميز في وظيفته، ثقافته عالية، أخلاقه عالية، قريب من ربه. في شيء سابع ثامن تاسع؟ في شيء عندكم ترون أنه نسيناه ما ذكرناه هنا؟ في شيء إخوة؟ مدرسين كيمياء فيزياء لغة عربية، ها داخل هو في ممكن يعني فعال، وإن كان هو الجانب الرياضي سيأتي تبعا ما في كلام، لكن قضايا رئيسية تجد الست هذه هي قضايا الأم في الموضوع. ها في شيء؟ طيب تفضل. ما جننا للإبداع ذا، لكن تمام. طيب أسئلة سريعة، هذه الست الأشياء هل يمكن أن تتحقق؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، ها جميل. السؤال الثاني، هل في وسعنا نحن كمربين آباء أمهات مدرسين أن نحقق هذه الأمنية ولا لا؟ يعني الست الأشياء السابقة مستحيلة ولا ممكن؟ ممكن، ما هي مستحيلة الحمد لله. السؤال الثالث، من يقوم بهذا الدور في المنزل؟ ها هذه مشكلتنا في بيوتنا، أنه كل واحد جالس يرمي بالحمل على الآخر، صحيح؟ وإذا ما التقوا في دورة تجد الأسئلة تأتي وتقول زوجي ما له مشاركة في البيت، الزوج نفس القضية، أنا في عالم وهي في عالم. لهذا كل هذه الدورة يا إخوة نقطة البداية فيها هي اتفاق بينك وبين زوجتك لتبدأ بداية صحيحة. لا أحد يغرد لوحده في البيت، لأن الضحية الأولاد في الأخير. غردها مع بعض، جلسها مع بعض، ابني نفسكما مع بعض، ودعك من بعض الأوهام التي تصيب الناس، وهو أن والله أنا زوجتي ما تساعدني، زوجتي إلى متى نظل نشكو نحن؟ لا نجعل مشاكلنا نعلقها على الآخرين. وإذا أردتم وسمحتم لي الحقيقة سأذكر قضية أنا أرى أنها أحد مشاكلنا نحن كأزواج كرجال. نحن الرجال أيها الإخوة نخرج ونسمع خطبة جمعة ونحضر محاضرة ونسمع أشرطة ونحضر دورات وغيرها، بينما الزوجة تبقى حبيسة البيت، يعني مهما شاركت ستظل مشاركتها، أقصد استفادتها على مستواها الشخصي 25% 20%، لكن الرجل لديه حرية أكثر، يستطيع أن يستفيد أكثر. بعض الأزواج وللأسف حاشى هذه الوجوه أنه يرتقي وزوجته لا تزال في مكانها، متزوج من 15 سنة أخذها من أهلها ويحافظ جزء عمه، الآن حافظ نصف جزء عمه، صحيح؟ نحن نطلع نصعد، لا تزال المرأة هكذا، لذلك نجد صعوبة في حصول نوع من التفاهم والاشتراك فيما بيننا حتى نستطيع أن يعني نبدأ حياة أسرية جيدة. نحتاج أن نصعد ونصعد بزوجاتنا معنا، نشعر بأن هذا البيت هو كيان لنا جميعا وليس خاص بواحد منا. السؤال الثالث، إذا من يقوم بهذا الدور؟ الجميع، الجميع. ولهذا تلاحظون الأسر أو الأبناء الذين يتلقون تربية من طرف واحد، خاصة الأسر المطلقة، تجد أن في هذا الشاب ماذا؟ نوع من الخلل، لأن السلطة الضابطة التي يمثلها الأب في البيت مفقودة،
ومن ثم يحصل تمرد، يحصل أشياء كثيرة لا تخفى على الإخوة. هل يمكن أن تتحقق هذه الأمور خارج المنزل؟ هيا مشايخ، مدرسة، حلقة القرآن، يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ الحين بدأنا نختلف، ما احنا متفقين على ثلاثة أسئلة جيدة. الرابع، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن مدرسة تبني لك هذه الأشياء الستة كلها كاملة في ولدك؟ ها؟ ألم نقل نحن في أول الكلام يا إخوة أن الفترة الذهبية في عمر الشاب أو الطفل هي فترة مكوثه في المنزل قبل دخوله المدرسة؟ وهنا الخلل، أن يدخل الطالب وهو غير مهيئ لهذا الدخول للأسف. طيب، السؤال الذي يليه، كيف يكون ذلك؟ هذا كيف هي مصيبة المصائب. كيف يكون ذلك؟ بوضع خطة تربوية لأولادك، أنك تسير وفق منهجية واضحة تبني فيها نفسك وتبني فيها أولادك. ننظر لهذه الخطة كيف يمكن أن تكون. اسمحوا لي سأمر على هذه السريعة، لأنه قضايا يعني ليست قضايا جوهرية أساسية، لكن ما الذي نكسبه إذا خططنا؟ مجموعة من الأشياء. أول شيء، أداء جزء من واجبنا الذي نسأل عنه يوم القيامة، الذي يقوم بالتخطيط، بمعنى أن تكون التربية هم شاغل له في بيته، يكون قد أدى دورا من الأدوار التي يريدها الله عز وجل منه. الأمر الثاني، تربية النفس على الانضباط. البيت اللي فيها خطة فيه انضباط عجيب، وستلاحظون إن شاء الله تعالى لما أذكر لكم قضية الدستور المنزلي. الدستور المنزلي هي خلاصة الأمور التربوية التي تريد أن تزرعها في أولادك، سترونه بعد قليل إن شاء الله مصورا. انضباط في الوقت، يعرف كل واحد، دائما البيوت اللي فيها خطة يعرف الناس متى ينامون، متى يأكلون، متى يشربون، متى يشاهدون. أنا مثلا تجربتي في البيت، مسألة التلفزيون مشاهدة خلاص من العصر يجلس إلى العشاء، هذا مو صحيح. أولادي يشاهدون بعد صلاة المغرب ساعة، وبعد صلاة العشاء من 45 دقيقة إلى ساعة، بعدها لا يشاهدون التلفزيون مطلقا. أما مشاهدة مستمرة ودائمة لا، كل الدراسات تقول أن أكثر مشاهدة صحية للطفل لا تتجاوز ساعة و50 دقيقة فقط يوميا. ولهذا تلاحظون الآن في بعض المجتمعات الأمريكية منعوا قضية التلفزيون في داخل بيوتهم، وفي حي في فلوريدا كامل مليء بآلاف الناس فتحوا في بيوتهم شيء يسموه الهوم إديوكيشن أو الهوم سكولينج، أنه تدريس أولادنا في البيت، العناية بهم في داخل بيوتنا. لكن هناك في شيء للأسف لا يوجد في البلاد العربية، وهو قضية تطوير الأم والأب. في جمعيات في بريطانيا، في أوروبا بشكل كبير لتطوير الأم. يعني إحدى الدورات كانت في هولندا لتطوير الأمهات. الدورة طبعا كم مدتها؟ 6 سنوات، ما فيها يوم يومين ثلاثة أربعة، وإذا ما تجي الشهادة يتصلوا على الانتربول عشان يجيبوها. 6 سنوات يا إخوة. عدد الذين شاركوا 250,000 امرأة، 250,000 امرأة، هذا في هولندا كان. فهذه المشاريع لا شك أنها مشاريع جبارة، تحتاج أنه يتكاتف فيها كل جهات حكومية وأهلية ومساجد وغيرها. إذا, إذا, إذا كان هذه القضية تؤرقنا جميعا، سوف نتساعد فيها جميعا بإذن الله. معرفة ما يجب وما لا يجب من الأعمال التي نقوم بها، أيضا التعارف بين أفراد الأسرة وتآلفهم. وأنا الحقيقة أدقق على هذه المسألة، التعارف. أحيانا تجد أب ما يدري أنه ولده في ولا متوسط، يظن أنه باقي في رابع ابتدائي، تصير مصيبة في المدرسة ويروح. نحتاج أن نعرف أبناءنا، همومهم، مشاكلهم. لهذا اللي عنده أطفال، عنده شباب ثاني متوسط وانت طالع، أعقد صداقة الآن معه في مشاكل معينة، عشوة على الشاطئ، أحد المطاعم، أنت وإياه، ثم بعد ذلك ابدأ بالحوار والنقاش وفتح الصدر ومشاكل كثيرة طرحها بين يديه. أمور تعرف على هذا الولد، تعرف ما الذي يدور في خلده، أصدقائه، دراسته، همومه، مشاكله، قضايا كثيرة نحن بحاجة إليها. أحبة الكرام، التعارف بين أفراد الأسرة وتآلفهم. لما يصير عندي من ضمن الخطة التي هي موضوعة هنا قضية اللقاء العائلي الأسبوعي، اللقاء العائلي
كم سيحصل من الألفة أيها الإخوة الكرام لما نطبق هذه القضية مع أولادنا. أيضا نكسب أيها الإخوة يقلل المشاكل داخل البيت، هذا كثير، وسترونه بعد قليل في القانون المنزلي يساعد على الاستفادة من جميع أفراد الأسرة. ميزة اللقاء وميزة الخطة أن العمل كله واضح، اللي يحط الغداء يوم السبت يجيبه من المطبخ معروف، واللي يرفع السفرة معروف، واللي يرتب مجلس الرجال معروف، موزع جميع المهام والأعمال في داخل البيت. هو عمل مؤسسي، لكنه عمل مؤسسي فيه مرونة، فيه رحمة، فيه تربية، فيه تحميل للمسؤولية. أما أن يبقى نحن نخدم وهؤلاء ضيوف شرف في البيت كأننا في فنادق ليس صحيح. نحن على المدى البعيد سوف يخسر أولادنا أخلاقية كثيرة نحن بحاجة إليها، وجود رؤية ومنهجية واضحة للأسرة كما سنلاحظها إن شاء الله بعد قليل. ما الذي نخسره إذا لم نخطط؟ تآكل المربي وعدم وجود ما يقدمه. لهذا الخطة ماذا تقدم لك؟ تقدم لك ثقافة تربوية متجددة، تستطيع تفتح لأولادك أبواب كثيرة من الخير، لأن لديك ثقافة، لديك قراءة، لديك سماع، لديك كذا، تستطيع أن تدخل للبيت وأنت مليء. لهذا دائما نقول لإخواني آباء وأمهات، كن فوائديا، لا تدخل البيت إلا في ذهنك فائدة. أول ما تجلس مع أولادك على الغداء، اليوم عندي لكم طرفة، أحسن طرفة سمعت اليوم، سمعت بيت شعر جميل جدا، واعطيهم. يقول مره واحد، لا هذه ما تصلح، تصلح اذا صار فيها الرجال لوحدهم. يكون دور المربي هنا حلل المشاكل فقط، حلل المشاكل، وهذا اللي ترى مهمتنا الان في البيوت، هذه هي فقط حياتنا التربويه، ردود افعال. صارت مشكله البنت، بدانا الان بحل المشكله. صار المشكلة الولد مع الجيران أو في المدرسة، بدأنا بحل المشكلة. هذا ليس دوري أنا كأب، هذا جزء من دوري. 30 إطفاء الحرائق لا يشكل أكثر من 20% من حياتك، 80% بناء، 80% منع الحرائق. الوقاية خير من العلاج. منع الأبناء أصلا من الوقوع في مثل هذه المطبات والوصول لهذه الحفر هو دورك أنت كأب. وهذه سهولة يا إخواني الكرام، فقط يكون قضية فيه خطة، يكون فيه هم تربوي، يكون فيه قراءة وثقافة عند الأب. فقدان الأولاد لكثير من القيم والسلوك التي لم يتربوا عليها عمليا، هذا كثير جدا سنتكلم عليه في الدورة الثالثة إن شاء الله تعالى. في 50 قيمة، 50 قيمة بحاجة أن يتعلم عليها أبناؤك قبل دخولهم المدرسة، نحتاج أن نتعلمها. وسنأخذ بإذن الله تعالى مشروع كامل لدينا في مسألة بناء القيم. لدينا مشروعان على مستوى العالم العربي كبيران جدا، سنبدأ بتطبيقهما إن شاء الله على مجتمعنا السعودي هنا، ونستفيد منها بإذن الله إهدار حقيقي لحياة أولادنا. وما يكتشفها الإنسان يا إخوة إلا بعد ما يقارن الآن بين ما يقرأه بين واقع أولاده، أو أحيانا عندما نشاهد في قناة فضائية شاب صغير عمره كذا، ثم نبدأ نقارن، ما إيش الفرق بيني وبين هذه الأسرة. عندي حلقة إن شاء الله ستبث، أرجو أن تكون قريبا إن شاء الله، وانتهيت من تسجيلها، عن القراءة في العالم العربي وكيف نطبقها في بيوتنا. فعندي طفل صغير عمره 11 سنة، هو يعني لا تقول موهوب بدرجة عالية، لكن وجد أبوين حرص عليه الحقيقة بشكل كبير جدا. خلنا نشوف يسار بس عشان الرجل ما يزعل منا. يحفظ القرآن كاملا، ويحفظ صحيح البخاري كاملا. هذا الكلام أنا لا أنقله لكم عن آخرين، أنا حضرت اختبار الولد، ويحفظ صحيح مسلم، ويحفظ سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة. في الإجازة الصيفية سينتهي مسند أحمد كاملا. إيه نعم، 11 سنة. لما نسمع إن هذا القصص، لا نريد أن تزيد إحباطنا، لا مو صحيح، بل نريدها أن تعيدنا إلى الطريق الصحيح، لنبدأ فعلا بداية صحيحة، بحيث أن ما نقول والله كل أولادنا لازم يصيروا حفظ لهذه الأشياء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له. اعرف ولدك ما الشيء الذي هو ميسر له، وهذا سنعرفه في الدورة الثالثة إن شاء الله. كيف تتعرف على ولدك؟ هناك طريقة للتعرف عليه، عن طريقك أنت، عن طريقه هو، من خلال اختبارات لتحديد أنواع الذكاءات الستة، ثم بعد ذلك كيف تطبقها على ولدك. ننسى أشياء مهمة في حياتهم كثير جدا، تفاقم المشاكل داخل البيوت، هذا صحيح إذا لم نخطط. أيضا لماذا لا نخطط يا شباب؟
خلونا قبل ما نسأل هذا السؤال بس بكل صراحة، طبعا أنا ما راح أزعل وبجي اللقاء القادم إن شاء الله حتى لو قلته بشيء يخالف ما أخذناه من الأول، هل ترون نحن كمجتمع سعودي مجتمع عربي خليجي بحاجة إلى تخطيط، بمعنى أن نعرف ما الذي نريد أن نوصله لأولادنا وما الكتب التي نقرأها وكيف نبني هذه القيم في نفوسهم، ولا هذا ترف؟ يعني خلينا نسأل بطريقة أخرى، بعض الناس يقول يا أخي إيش قضية ثقافة تربوية؟ في أسرة أب أمي وأم أمية وأولادهم كلهم صالحين، صح ولا لا؟ إذا ليش تشغلون أنتم مدورات وتأخذوا وقتنا من العصر للساعة 8؟ كان جلسنا في بيوتنا أحسن لنا، صح؟ بعض الناس يقول هذا الكلام. ما رأيكم؟ هل ترون أننا فعلا بحاجة إلى قضية والله تخطيط ومعرفة القضايا والأمور التربوية، ولا هذا شيء زائد يعني عن وأنه بفطرتنا نحن كآباء وكأمهات نستطيع أن نمارس دورنا التربوي بكل سهولة؟ ليش ساكتين؟ يا تجاوبوا يا أروح بيتي أنا أرجع الرياض. تفضل. صحيح، يعني قبل 30 سنة ما تحصل الشايب هذا على البالتوك جالس ولا لا، ولا يدري عن الشاتات ولا يعرف عن المسنجر، ولا وردة حمراء طالعة وردة حمراء نازلة وبراطم حمراء طالعة وبراطم حمراء نازلة والناس ضايعة ولا لا. طيب ما أدري عد السكوت هو علامة الرضا أكيد، بس أنتم كلكم فئيب يعني لازم تصرحون. ما أدري صدع البكر هذا فقط. تفضل شيخ. اللي هو قضية القراءة والاطلاع وغيرها. جميل جميل جميل. طيب نشوف الضفة الغربية. جميل أحسنت. جميل. عندكم أولاد فيهم صفة العناد؟ عقوبة هذه من الله لأنكم تعاندوا مع الحريم، الله يبتليكم في الصغار. أيوة خليكم ماشيين دوري. يعني تصوروا لما تقرأ في قضية المراحل العمرية من 2.5 إلى 3، هذه مرحلة عناد وحركة غير طبيعية في الولد. من 2.5 إلى 3 يهدى ولدك من 3 إلى 3.5 ويرجع من 3.5 إلى 4 أشد من المرحلة الأولى. لذلك أنت لما تقرأ تعرف أن هذا الوضع ماذا؟ وضع إيش؟ طبيعي، لأنه فيه تغير فيسيولوجي في داخله يجعله منقطع النظير. فكيف طبعا هذا الآن إذا كان هذا 10%، فالتغير في فترة المراهقة 80%، قدر ضغط يغلي هذا الولد وأشياء جالسة تتغير في حياته سواء جسدا أو نفسا أو غيرها، ونحن نريد أن نصوغه بصياغة معينة ونضع كل أولادنا في قالب معين. خلي من كان هذا مو صحيح، كل ميسر لما خلق له. طيب لماذا لا نخطط؟ سؤال، ما دمنا نحن مقتنعين بالتخطيط ليش ما نخطط؟ تفضل. جميل. عدم وجود أهداف يقول، أنا ما أدري هذا النساء هذا يتكلموا ولا شغاله أصلا ولا لا. عبد الرحمن أطبوق قل له هذا كيف يشتغل، شغل هناك. هذا أزرار كثيرة حنا ترنا على الأن. الأخوات لو تكلم بس واحدة لو سمحتوا، ما أسمع في شيء ولا لا؟ الأخوات روح عطى المهندس داخل كما في بطارية ولا شيء. لماذا لا نخطط؟ يقول أخي أنه ما في أهداف. لا مرة الحمد لله أحسن أحسن أحسن. وقناة السويس راحت كده بلاش، كان تخطيط وترتيب. أيوة كده. طيب ماشي. ها لماذا لا نخطط؟ أبغى إجابة. تفضل. كثير ما
الجهل بالتخطيط جميل ها، استعجال الثمرة ها، تمام. احنا دائما سريعي الاشتعال في طيب جميل، عدم التقييد يقول اخ بالتنفيذ، تفضل. صحيح، ركض ركض في الحياة، ركض، احنا جالسين نهدى، جميل ها. بس فوضى خلاقة، ايوه خلاقة. هو عموما اخواني نحن عندنا في العالم الإسلامي عموما لدينا مرضان كبيران، حتى الذي يريد أن يعالج يعالج هذين المرضين، عندنا فوضى وكسل، وكسل معروف الكسل هذا. شوف الشاب عندنا الآن يوم الخميس ينام من بعد الفجر إلى الظهر، صحيح، ومن بعد الظهر قيلولة إلى العصر، ومن بعد العصر استرخاء إلى المغرب، وبعد المغرب أكل فصفص مع الأهل إلى العشاء، صحيح، وبعد العشاء يروح على الكورنيش يكمل الباقي. هل يمكن لأمة أن تنتج بهذه الطريقة؟ مستحيل. رأيت صورة الحقيقة عجيبة في أوروبا، كانوا طوابير طويلة، عندنا ميزة الحقيقة، أنا أتمنى أن ندخل يعني من خلال هذه الميزة إلى موسوعة جينيس هذه العالمية. احنا طوابيرنا في العالم العربي مين خط مستقيم كذا، ما في خط أبدا، شوف في كل مكان، في طوابير المطار ولا المقاصف في كل شيء. رأيت طابور الحقيقة في أوروبا على الكتاب، على كتاب من الكتب، أحدهم حصل على الكتاب ثم طلع طائر من الفرح، أن الكتب هناك لها أماكن معينة، كشكات للبيع، وقال يعني يقول بعد 30 ساعة من الوقوف حصلت على هذا الكتاب، 30 ساعة، 30 ساعة. من سيقف منا الآن ساعة من أجل شراء كتاب؟ لهذا هم يقولون حتى في الدراسات النفسية شغال. ما شاء الله عليك عبد الرحمن، الله يجبر كسر أبوك، قول أمين. ترون حنا الأئمة والمؤذنين، أنا إمام مسجد، فمتعذبين منكم يا المأمومين، خلنا نطلع حرتنا اليوم فيكم. طلع إيه المأمومين سوونا بلا فعلا، في تأخر دقيقة على الإقامة، شكوى اليوم الثاني في الوزارة، لذلك حنا نعذبهم في تطويل الصلاة. اسمعوا واحد آخر تصليبه بالبقرة كلها كاملة. والله مرانا من العجلة جاي المسجد صلاة الفجر، أبغى حق الإقامة قبل ما يقيم، وتوي جاي المسجد، أنا جديد، أنا جلست في مسجد الحمد لله 16 سنة ثم انتقلت المسجد جديد، فطلعت نسيت نفسي من الحرص على الإقامة، نسيت ألبس ملابسي، فطالع نشير بدون ثوب بدون أي شيء، وأطلع من باب البيت خلاص أنا في الممر بين البيت وبين المسجد، أناظر فضيعة كيف بصلي بالناس. فرجعنا والحمد لله. هذه ترى مشفرة يا شباب، ها؟ ممنوع خروجها من هنا. نعم، هذا طبعا كله في ذمتكم أنتم المأمومين في أي مكان يسمعوني. طيب لماذا لا نخطط؟ ها اليسار الشمال، ثقافة لم نعتد عليها، صحيح. ترى رجع الصوت، ما جاء الصوت مرة ثانية وغيره، تفضل يا أخي. جميل، عدم وضوح الهدف، عدم التخطيط له. إجابة أخيرة تفضل. صحيح، واضح، ها زين زين. طيب خلينا نسمع الأخوات، بس مشكلة هذا يا أخي أتعبني، هذا ما في صوت، تكلم يا أختي. أسمع الصوت تفضلي. اللامبالاة يقول أخواتكم، أيوة. هل هناك إجابة أخرى؟ لماذا لا نخطط؟ لماذا لا تخطط المرأة في داخل بيتها؟ لأنه ما في مقادير للخطة، مقادير دريموب. والله يا أخي ثلث راتبنا رايح في دريموب، واشتر يا عم. طيب لذلك في كتاب أنا أنصحكم فيه إخواني، بس لا تكتبوا، اسمه مبدعات عالم حواء، 2 عربي و1 اندونيسي، اللي مبتلى بشغالة ولا شيء، هذا يريحكم من كتب الطبخ الأخرى. تفضل يا أختي. الأخت تقول أيضا لا نخطط خوفا من الفشل، صحيح،
وغيره يا أخوات؟ إجابة أخيرة؟ إجابة أخيرة؟ لماذا لا نخطط؟ خوفا من الفشل، عدم وضوح أهداف. تبغى أحسن أكلة تأكلها الليلة؟ احفظ الأبيات التالية. جلست مرة امرأة بجوار زوجها، مدام الجو كله زواج، يعني ها زواج في زواج، والأخوة العزاب سكروا أذانيكم الله يرضى عليكم. واحد، أنت عزابها واضح عليك الحزن. واحد، اثنين، ثلاثة. طيب، قالت زوجته بجواره، قالت: أيعجبك النجوم وقد توسطها القمر؟ طبعا هذه أنا أماكن عزابية ما أقولها، بس أنتم متزوجون كلكم. قالت: أيعجبك النجوم وقد توسطها القمر؟ قد راح ينشر ضوءه الفضي في أبهى الصور. فأجبتها: إني أرى قمرين، أيهما القمر؟ وأرى الذي بجانبي غطى على كل البشر، مسكين يا قمر السماء، أراد تقليد القمر. قولها الليلة ها، وأنا أضمن لك 3 كيلو دريموب في بطنك، تمام؟ ونوم في المستشفى، عاد مستشفى سعد ولا أي مستشفى آخر. لماذا لا نخطط؟ الاتكال على مؤسسات التربية الأخرى. بعض الإخوة يقولوا: خلاص يا أخي، حطيناه في حلقة جيدة، اخترنا له مدرسة أهلية ودافعين عليه 11,000 في الفصل. ليس صحيحا هذا. الأمر الثاني: الثقة الزائدة والمفرطة بالأبناء. نثق دائما أكثر من لازم، أبنائي جيدين الحمد لله، والأبناء إخوة مثلهم مثل ثمرة البطاطس، الثمرة تحت والورق فوق، صح؟ الجزر تحت والورق فوق. الأولاد لهم أكثر من وجه مع أهاليهم، خاصة الأسرة التي تفقد قضية الحوار في البيت، فالأولاد لهم 20,000 وجه وليس وجها واحدا، لا تستطيع أن تعرف ولدك بشكل صحيح. طبعا سنتكلم على قضية الرقابة، هذا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. عدم وضوح الأولويات، رقم 1 و2 و3 في حياتنا. يعني أحيانا تروح، خلوكم معنا يا مشايخ، تروح 2-3-4-5 ساعات في استراحة مع زملائي في آخر الأسبوع، بينما لذلك احنا نقول في البيوت ما نحتاج 2 ساعة ولا 3 ولا 4 ولا 5، نحتاج نصف ساعة مدروسة. خلاص يا حبايبنا يا مشايخ، عبد الرحمن خلاص، بعدين كمل. عدم إدراك مدى خطورة المؤثرات الخارجية، أفلام كرتون، قنوات فضائية، بلاي ستيشن، اكس بوكس الأخير، هذا أشياء كثيرة كلها الحقيقة تدمر. لهذا هناك كتاب لواحد يقال له جوزيف ناي، سماه الحرب الناعمة، يقول أنه في العالم العربي الآن انتهى عصر استخدام القوة والسلاح، نحن الآن في عصر استخدام ماذا؟ الأفلام لتغيير قناعات الناس وأفكارهم. قنوات فضائية، أكثر من كم قناة الآن موجودة في العالم، في الحقيقة هي مؤثرة شئنا أم أبينا. نمر عليها سريعا هذه إخواني. أيضا قلة الخبرة بالتخطيط، عدم وجود الرغبة بالتخطيط، الخوف من الفشل كما قالت الأخوات، تجارب فاشلة سابقة مع التخطيط، محاولتهم إصلاح كل شيء من أول يوم. هذا يحصل عند كثير من الناس، يفشلون لا يدرون. ولذلك أنا سأقول لكم الآن نتيجة من النتائج التي ستحصل لكم بعد خروجكم من المسجد. إيش تتوقعون لما تخرجوا من المسجد؟ تحصل السيارة وتشغلوها وتروح بيوتكم، هذه النتيجة الطبيعية. لكن هذه الدورة طبعا تحتاج إلى وقت طويل حتى نمارسه، يعني نحن شيء لم نعتد عليه وفجأة نريد أن نبدأ به، ليس بهذه السهولة. لهذا نحن سنذكر بعد قليل إن شاء الله كيف تبدأ الخطة، لأنك إذا خرجت من المسجد إلى هذه اللحظة الآن، واحد خرج سيبقى أكثر حيرة مما كان عليه من قبل. نريد أن نبدأ بالخطوة العملية، كيف تبدأ خطة في البيت؟ هل تأخذ فقط أوراق مصورة من عندي تأخذها الآن وتأخذ التقويم التربوي يلا يا شباب وابدأوا برنامج وفصل؟ لا، احتاج إلى هدوء. الآن سنتعلمها إن شاء الله قليلا قليلا، وأنا سأريد أن أبدأ الآن بالخطة إن شاء الله، وأريد أسمع منكم كل مناقشاتكم، كل الذي في أذهانكم. شيخ وليد، طيب لا تكتبوا رجاء، لا تكتبوا، بس دعونا أول شيء نتعرف على هذا التعريف الذي عرف في أحد كتب التربية. عبد الرحمن جيب لي موية بالله، ها جيب لي موية. لا هذه لكم، هذه لكم في داخل
ما اقري عليه عشان العين بس. جهد عقلي، جهد عقلي. إذن هو في البداية الحقيقة تفكير، ليست البداية في التخطيط بداية عملية، بمعنى أن تجمع أوراقك اليوم يلا وزع وحط لوحة إعلانات، لا، تحتاج أن تهدأ. اهدأ إذا أردت أن تعمل، يقولون لابد أن تهدأ. لا نحتاج احنا نار سريعة ثم بعد ذلك تنطفئ. أول شيء ماذا نفعل؟ نتصور أوضاعنا وإمكاناتنا الحاضرة، بمعنى أجي وأحلل أنا أسرتي، أب أنا وأم وعندي مجموعة من الأبناء، أوضاع أسرتنا كيف؟ هل هي أوضاع جيدة؟ في الجوانب التي أريد أن أبنيها أنا في أولادي، الجانب الديني، الجانب الأخلاقي، هل لدينا فعلا جانب معزز في البيت؟ تبدأ الآن في سرد مجموعة من الأسئلة على نفسك. هل أنا أسير فعلا في الطريق الصحيح؟ هل القيم التي أريدها أن تتحقق في أولادي، وهي القيمة 1، 2، 3، 4، 5، موجودة في هذه البنت وفي هذا الولد ولا غير موجودة؟ وما السبب في عدم وجودها؟ هو عدم وجود خطة. إذن أبدأ الآن بأن أتصور وضع أسرتي، وضعي أنا كزوج، هل لدي بناء ثقافي؟ إذن عندي خلل في هذا الجانب. إذن الخطة التي سأضعها، سأضع جزء من هذه الخطة في بنائي الثقافي. زوجتي كيف علاقتي معها؟ ثم بعد ذلك نأتي لقضية وضعها في برامج. بعد ما أنتهي أنا وتصور وضعي وأعرف جوانب القوة الموجودة في الأسرة وجوانب الضعف الموجودة أيضا في الأسرة، أبدأ بوضع برنامج متكامل لهذه الأسرة. طبعا هذا البرنامج وللأسف لن تلاحظوه إلا بعد مرور 3 دورات أو 4 دورات، سيبدأ يتشكل في أذهانكم. نحن الآن نريد أن نثير شيء بس في داخل النفس، بحيث أن نبدأ فقط بنقاط سنلخصها في آخر اللقاء بإذن الله تعالى. لكن إذا أردت أن تخطط، لابد أن تتصور أول شيء وضع بيتك. كن قاضيا، كن شرطيا مراقبا في الأسابيع الأولى، لا تفعل أي شيء، دع أولادكم مشاهدون فيلم كرتون أو جالسين على الكورنيش أو في أي مكان، فقط أن تكون متابعا. كيف تصرفاتهم، علاقتهم مع بعض، كيف أخلاقياتهم، كيف تدينهم في داخل البيت مثلا، اهتمامهم بكذا وكذا، كن مراقبا فقط. ثم بعد ذلك، بعد أن تراقب هذا الوضع، حدد أولوياتك. إيش الجوانب، جوانب النقص الموجودة أنا عندي في البيت؟ والله أنا لاحظت في أولادي أن عندهم عبارات سب وشتم، تمام؟ عندهم ضعف في القرآن الكريم، عندهم تأخر في الصلاة خاصة الشباب المراهقين منهم، عندهم عدم احترام لوالديهم، ضعف تحمل مسؤولية في البيت، ستجد كثير من الإشكالات الموجودة عندك. طبعا لكي تحل المشاكل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في دورة خاصة في يوم من الأيام سنأخذها إن شاء الله، كيف تحل مشاكل ولدك بإذن الله تعالى. أنا سنستمر احنا بإذن الله لقاءات طويلة إن شاء الله تعالى. بعد أن تحدد هذه المشاكل، دائما لا تبحث عن المشاكل الصغيرة. المشاكل الصغيرة في بعض أشياء مع الزمن تتغير، يعني الأولاد في سن عمرية معينة لا يفرق بين التسبيح وبين السب. يا عبد الرحمن خلاص ريحونا، لا يفرق بين هذه وبين هذه، يعني لما يقول كذا ويقول كلمة أخرى لحيوان تكرمون، ما يعرفه هو، ما يتقن هذه الأشياء ولا يعرف أنها عيب وأنها كذا، مع أن نحن نقوم أحيانا برد فعل سلبي بضربها أو نحو ذلك، وهذا مو صحيح. في مرحلة عمرية معينة صحيح أن هذه الكلمة لما تخرج من فم يستحق عليها العقوبة، لكن بعد أن نعلمه ثم نؤدبه ثم نعاقبه. نحن نعلم ثم نعاقب، في الطريق هنا في النص ما نؤدب، وسيأتينا إن شاء الله، كله صار متأخر ها، لكن هذا سيأتينا إن شاء الله في قضية بناء العادة عند الولد. دائما كل أولادنا على قسمين، ضعيف إرادة وقوي إرادة. ضعيف الإرادة يحتاج إلى بناء عادة بطريقة معينة، وقوي الإرادة يحتاج بطريقة معينة، وهي 3 قضايا لا بد أن تمارسها لبناء أي عادة من العادات. أي عادة تريد أن تبنيها في ولدك يحتاج إلى 3 قضايا. هذا طعم للقاء القادم إن شاء الله. إذا تصور وضع البيت، أعرف الإشكالات الموجودة فيه، ثم بعد ذلك البداية الحقيقية لك هي بأمرين. الأمر الأول،
تخلص من زوجتك القديمة. والأمر الثاني، لا عفوا، الأمر الأول في ألف وباء، وباء تخلصي من زوجك القديم، بمعنى نعيد حياتنا من جديد كأزواج. كنت أقولها هذه مرة، قالوا يا أخي أنا أروح متغير مرة بعد دورة، تقول لي عسى ما شر، إيش جايك أبو فلان؟ لا يا أخوات، لا تقولوا هذه العبارة، لا نحطم بعضنا بعضا. الزوج دائما يعني نحن كبشر تأتينا بعض فترات فيها نوع من الرغبة للتغيير، وأحيانا تكون شديدة وقوية، لابد أن نستثمر هذه. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. نبتعد عن قضية التحطيم كأزواج وكزوجات كذلك. أول بداية نريدها أن تكون صحيحة هي أن تصلح ما بينك وبين زوجتك بتفاهم، تعاون مع بعض، اتفاق على قضايا الأسرة، أمور كثيرة سنتكلم عنها في اللقاء القادم إن شاء الله، وهي قضية تعاون، تعلم، تفاهم. كيف تبدأ الحياة السعيدة الجميلة الرائعة المبنية على أسس علمية وتربوية وشرعية؟ بإذن الله تعالى من خلال اللقاء القادم إن شاء الله. إذن ثم وضعها في برامج من أجل استثمارها في تحقيق أهداف معينة. هذه طبعا كلها الدورة على هذه الجوانب الثلاثة. جوانب، أول قضية أهمية التخطيط والعناية به، ثم سنتكلم على الوالدين، ثم سنتكلم على الأولاد، ثم سنتكلم على البرامج وما هي البرامج المناسبة، كيف تحول الفكرة العلمية الموجودة في كتاب علم النفس وعلم التربية لبرنامج عملي. هذا موجود عندنا بشكل كبير إن شاء الله تعالى. التخطيط هو كتابة الغاية المنشودة، تلخيص لها، وطريق الوصول إليها. طيب خلونا نواصل إخواننا الكرام. لماذا نخطط؟ نحتاج أننا نتأكد من هذه العبارات التالية. لازم نؤمن بهذا، أن الرغبة والنية الحسنة لا تكفي في تربية الأبناء الصالحين. صحيح ولا مو صحيح؟ كلنا نحب أولادنا ونريد لهم يعني حياة سعيدة، لكن بالرغبة والنية الحسنة لا تكفي مطلقا. لماذا؟ لأننا نعيش في عالم مختلف، سيارة جديدة غير السيارة القديمة، صحيح؟ أمر الثالث، ماذا يحتاج؟ الإلمام بأدوات ومهارات التربية، الإلمام بأدوات ومهارات التربية. الآن يعني أمور التربية أكثر ما تلقى على عاتق الوالدين الحقيقة في البيت، لهذا هي آخر حصن من الحصون في العالم لم تخترق إلى الآن. صح في اختراقات، لكن لا يزال فيه نوع من التحكم، لذلك ذكرناه في البداية. لكن المدارس سهل اختراقها، صار عندك مدارس أجنبية، وتصير أشياء كثيرة في هذه المدارس، وفيها أنواع منوعة من الشباب والأطفال اللي يمارسون أخلاقيات غير جيدة تأثر بها ولدك، لكن في البيت لا، أنت الذي تستطيع أن تقوم بأي دور. كيف؟ من خلال خطة عمل لأولادنا. طيب كيف نخطط؟ أي خطة ينبغي أن نحرص فيها على أربعة أشياء، أربعة أشياء. نحن بدأنا الآن في الشيء العملي وباقي لنا 12 دقيقة. طيب نتوقف هنا شوي. لأولادنا. طيب كيف نخطط؟ أي خطة ينبغي أن نحرص فيها على أربعة أشياء، أربعة أشياء. نحن بدأنا الآن في الشيء العملي وباقي لنا 12 دقيقة. طيب نتوقف هنا شوي. ناخذ 5 دقائق نقسمها بينكم وبين النساء. احد عنده استفسار، سؤال، مداخله، اي شيء تفضل يا اخي. المشكله الميكروفون يا عبد الرحمن، مشوا الميكروفون ازين من الورق. في هنا اذكر شيء هناك عبد الرحمن، واحد هناك تكلم. لا ورا 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 هناك. تفضل شيخ سريع بس. ها توصيل المعلومة شيخ للطفل وخصوصا في السن الصغير، سن 3-4 سنوات 5 سنوات، فممكن الشيء ده شيء أنا عارفه كويس زي أخلاق الكرم، أخلاق احترام الآخرين، أخلاق كذا وكذا وكذا وكذا، إزاي أوصل له المعلومة دي وأعلمه يعملها؟ لو كبير شوية 10-12 سنة بعرف أناقشه وفاهمه، تمام. السن الصغير يعني تكلمه كلمتين تلاقي لعب منك، جري، مش عارف ايه. جميل. عايز توصل له المعلومه وتنزل لمستوى سنه وانت مش عارف. حلو، سمعتم يا اخو السؤال، يقول عندي طفل صغير قبل سن الدراسه، كيف اوصل له المعلومه؟
كيف أبني فيه قضية معينة مثلا. في بعض المدارس في أوروبا وخاصة في بريطانيا في آخر الأسبوع يعطى الطفل قصتين، قصة فيها قماش أحمر وقصة فيها قماش أخضر. اللي قماش أخضر معناه يقرأ الولد لوحده، اللي قماش أحمر معناه يقرأ مع من؟ والده، يجلسون مع بعض يحكوا له هذه القصة. هذا ما قبل سن الدراسة. بعد سن الدراسة لديهم أيضا برامج خاصة بقضية القراءة. ما الذي أريد أن أصل إليه؟ أن الطفل في السن الصغيرة لكي توصل إليه المعلومة، خاصة إذا كان صغير أبو 3 سنوات 4 سنوات 5، وهي سن ثرية في قضية تقبله لهذه الأشياء، نحتاج أن نعتني بالترفيه التربوي، ترفيه تربوي، وأن نوصل الفكرة عن طريق الصورة، سواء الصورة المتحركة أو الصورة المقروءة. الطفل في هذه السن لا يستطيع أن يستوعب قضية المعاني كالرحمة والحب والألفة، ما يفهمها هو ولا يتقنها. طبعا إذا وصل بعد ذلك إلى سن 7-8 سنوات يبدأ يتفاعل أكثر، لذلك تشوف لما يقرأ قصة وفيها واحد يبكي يقول مسكين ليش يبكي، ويبدأ هو يتأثر معه، لكن قبلها لا. وهذا سيأتينا إن شاء الله في الدورة الثالثة، كل مرحلة عمرية وما يميزها من الجوانب النفسية وغيرها. وأنا الحقيقة أشتغل الآن على مشروع، يعني ادعوا لي في سجودكم وفي مواطن استجابة الدعاء أن ييسره الله عز وجل، 18 جزء بيطلع، صغير بس مختصر، كل جزء مرحلة عمرية. السنة الأولى ما خصائصه، ميزاته، الألعاب المناسبة له، البرامج اللي يحتاجها، الكتب الموجودة في السوق، الدور العربية والمواقع الانترنت اللي تنفعك لهذه السنة. السنة الثانية والثالثة والرابعة إلى 18 سنة قبل دخوله للجامعة. وهذا سيريح إن شاء الله بشكل كبير جدا، لأن هذا الباب مخدوم ولكنه للأسف الشديد مفرق، مفرق في كتب أجنبية وفي مواقع وفي غيرها، نحن حاولنا نجمعها الحقيقة، ونسأل الله عز وجل أن ييسرها. إذا لما أريد أن أوصل فكرة من الأفكار للطفل الصغير، أحتاج أنزل إلى مستواه بقصة جميلة بلغته، أحيانا بصورة كذا معبرة، بفيلم أحيانا يعرض إليه سي دي أو أفلام معينة وهكذا. إذا تريدون نصيحة إخوة، سووا لكم تلفزيون خاص بكم في داخل البيت، لابتوب، بروجكتر، خلوها شاشة كبيرة حتى يتأثر الولد، والسيديات مليانة، ثم هذه السيديات رتبها بحيث أنه يكون عندك برنامج، حتى لو كان يشاهد نصف ساعة ساعة في التلفزيون ما في مشكلة، لكن في جزء يومي، جزء أسبوعي 3 مرات 4 مرات في الأسبوع يشاهد شيء نظيف وناضج ويرفع من مستواه العقلي. فكروا في هذا، إنه يصير عندنا في البيت فعلا، يعني إن صحت العبارة، سينما يعني إسلامية، بروجكتور، أنا أتحكم في كل ما يعرض في داخله لأولادي. وأنا حقيقة أجمع في هذا المشروع من فترة، وسأبدأ به قريبا إن شاء الله عندي في البيت، سيصبح عندي شيء أنا أتحكم فيه بالبرامج والقصص والمسابقات وكل شيء، يقرأوا في قصص أنبياء، لما تأخذ قصص الأنبياء اللي أخرجوها شركة حرف مثلا كم هي مفيدة ونافعة لهم، إلى غير ذلك. تتم لهذا السؤال، هناك دار في لبنان جيدة مناسبة للمراحل العمرية دون سن الدراسة، أنا أنصحكم الحقيقة باقتناء مقتنياتها، اسمها دار الحدائق. دار الحدائق، دار الحدائق عندهم مجموعة رائعة جدا للأطفال الصغار. في دار أخرى في لبنان أيضا اسمها أكاديمية انترناشونال، أكاديمية انترناشونال، تعتني بالأطفال دون سن الدراسة، لديهم مجموعة من الكتب المناسبة لهذه المرحلة العمرية. في مجلة في السوق اسمها يوميات مهتدي، وفي مجلة ثانية اسمها سكر نبات، سكر نبات، هذه كلها للأطفال دون سن الدراسة. هذه تبني لك ثقافة إن شاء الله جيدة عند هؤلاء الأبناء. طبعا يبقى السؤال المهم، هذه طبعا كلها موجهة للولد، وأنت لما تأخذ كتاب مثل كتاب دار الحدائق اللي يتعامل مع هؤلاء الصغار، صور دائما، اجعل الكتاب الأصلي في البيت، صور هذه الأشياء، وضع برنامج إنه والله عندهم في اليوم الفلاني كذا، للصفحة الأولى، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة. والميزة فيه إنه فيه بناء قيم أصلا هذه الكتب التي عندهم. في كتاب جميل أنصح به دائما إخواني، وهو منهاج الطفل المسلم، خاصة الأطفال اللي قبل سن الدراسة،
منهاج الطفل المسلم لأحمد سليمان. هذا الكتاب من المناسب أن يكون داخل بيوت إخوة، في خطة في 18 دورة تربوية وعلمية وشرعية للأطفال دون سن الدراسة. أحمد سليمان، أحمد سليمان. آخر شيء في سيدي في السوق اسمه المعلم عدنان، المعلم عدنان لأحد الإخوة من الشرقية، في برنامج الحقيقة جيد لتعليم القرآن الكريم والأذكار، المعلم عدنان. أيوة طيب، هذا عندكم اللي. أركان الخطة، مناخ أسري، رجعونا رجعونا. أربعة أشياء أيها الإخوة هي مناخ أسري، مربي، متربي، منهج. أريد أن نختم الحقيقة ب في شيء عند الأخوات، إحنا معلش استأثر الرجال بالأسئلة، في سؤال يا أخوات شيء غير واضح، إضافة. طيب، أول قضية سنقف عندها وهي الأساسية والتي نريد أن نبدأ بها في هذه الفترة والتي نريد أن نعيشها جميعا في الشهر الذي قبل الدورة بإذن الله تعالى، كيف نبني مناخ أسري متميز في داخل البيت. تعالوا نتعرف على المناخ الأسري. لا لا إلا هذا، شكلنا ما راح نفتح ولا من هنا، هذه مصيبة. طيب لا بأس. المناخ الأسري، الأسرة دائما تغذي حاجات كثيرة لدى الأولاد، هذا معروف، الأبوة، الأمومة، المسؤولية، السلطة الضابطة، الانتماء، الإنجاز، قضايا كثيرة لا يمكن يستفيدها الولد خاصة في مراحله الأولية إلا من خلال هذا المكان. ولكي تتحقق هذه الحاجات لابد من توفر مناخ أسري. تذكرون يا إخوة ما تذكرون ولا تذكرون؟ نذكركم. أيوة الله يفتح عليك. الله يجيب هالسيارة ولا نروح نرجع مرة ثانية، رجع لكم الطفل هذا اللي تذكرون السيارة، قلنا أن السيارة جميلة وبعد ما حسناها صارت روعة، بس المشكلة ماذا فيه؟ البيئة. الآن نحتاج أن نبني بيئة صح، لذلك لما حطينا بيئة اختلف نظرتكم وأسعاركم وكل شيء. تعالوا نشوف المناخ الأسري. المناخ الأسري هو البيئة، تتحقق هذه الحاجات لابد من توفر بيئة جيدة، مناخ أسري جيد. فيه 10 أشياء يشكلون المناخ الأسري المتميز. ترى نحن لسنا مستعجلين، يعني احنا مع بعض ان شاء الله فترة طويلة، لذلك اللي ما نخلصه اليوم بنكمل اللقاء القادم ان شاء الله. سمات المناخ الأسري المتميز، الإيجابية في عملية التأديب والتربية. فرق أيها الإخوة بين بيتين، بيت يعيش على التفاؤل والعمل والتطلع المستقبل، وبيت يعيش على اليأس والانكسار والانخذال. فرق أيها الإخوة بين بيت يتعامل مع الحدث بإيجابية وحوار، وبين بيت آخر يتعامل مع الحدث بضرب وصراخ. فرق بين بيتين أحبة الكرام يحلون مشاكلهم بهدوء، وبين أن تخرج للجيران وتصل لمراحل غير جيدة. فرق بين بيوت تحترم العلم والثقافة وتنشدها، وبين بيوت لا تفعل هذا. فرق أيها الإخوة بين بيوت تجعل الحب والعاطفة والحنان جزء رئيسي من تربيتها، وبين بيوت تجعل كلمة الحب والبغض كلمة الحب من العيب الكبير في حياتها. وأعرف أسرة من الأسر إلى هذه اللحظة الليلة قبل دخولي لكم في الدورة بينها وبين زوجها مشاكل، والسبب أن هذا الرجل عاطفي يحب الكلمة الطيبة الجميلة الرائعة، والمرأة تربت في بيت قاسي لا تسمع كلمة الحب مطلقا في داخل البيت، ومن ثم تقول هي
أن كلمة الحب عندهم في البيت من أكبر العيوب أن ينطق بها الشخص للآخر. لهذا لاحظتم جد قضية الابتزاز للبنات، أنه ما تسمع كلام جميل لكن تسمع كلام من خلال الجوال يذيب الصخر، صح؟ واحد من الشباب في جدة يحضر الدرس عندي هناك، بس بتقول إذا حضورك مثل هذا لا تكمل في الدرس، لكنه هو ما شاء الله عليه رجل مبدع وكذا. أحد إبداعاته الغير جيدة أنه يقلد أصوات النساء، فيقول كلما قلت عندي بطاقات الشحن في جوالي وصار رصيدي ضعيف رقم غلط وأتصل أحطه في واحد مرة يبغى بس يسمع أي صوت جميل، فيقول إذا تكلم، طبعا هو صوته إذا سمعته لا إله إلا الله، يقلد صوت امرأة حجازية، والله يقول هو بنفسه، يقول يا أخي أنا إلى الآن سحبت من الشباب بطاقات سوى ب51,000 ريال. ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ من اللي ما يجوز، هو ولا هم؟ والله اللي المغفل اللي جالس يسمع، اللي جالس يسمع الكلام الحلو هذا ويذوب، صحيح؟ اللهم اغننا بحلالك وبفضلك عمن سواك. هذا منهج كبير الإيجابية. من صور الإيجابية أيها الإخوة الحب والقبول غير المشروط، غير المشروط. نحتاج أحبتي الكرام إلى أننا، بل يحتاج أولادنا دائما إلى الشعور بالأمن الأمان العاطفي. ما معنى الأمان العاطفي؟ أي أنهم محبوبون، مرغوب بهم بلا قيد ولا شرط. يعني مبدأ الأرض مقابل السلام في البيوت ما ينفع. تمام؟ أذان؟ والله إذا تجمع مع الفجر يلا الله يعين. يبقى لنا 20 دقيقة بعدها. إذا واحد يا إخواني تحبه وأهدى لك هدية أيا كانت الهدية ولو كانت صغيرة تقبلها ولا تقبلها؟ أولادنا هدية من الله تعالى لنا، نقبلهم كما هم، أحتاج أن نتقبلهم، فإذا تقبلناهم شعروا بقيمتهم في هذه الدنيا. أنت عندما تكون في مؤسسة وتجد مديرك متسلط عليك ويتكلم عليك في كل اجتماع ويعطيك بعبارات التحطيم، وتأتيك عبارات أحيانا من وراء الظهر في غيبة ونميمة لك في تلك المجالس، تحب تلك المؤسسة أو لا تحبها؟ أولادنا كذلك. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. إذن حب وقبول غير مشروط. لا يعني هذا الحب أيها الإخوة التسليم بالأخطاء أبدا، بل إذا وقع في الخطأ فمن الحب له أن تبين له، أن تبين له خطأه. إلا أن هناك شرطا واحدا، نحن قلنا حب وقبول غير مشروط إلا شرط واحد، وهو شرط وضعته الشريعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. إذن لابد أن يعرف الإبن بأن أحد القضايا التي فيها محبة وبغض هي قضية التزامه بدين الله عز وجل، وكلما كان ملتزما بهذا الدين كلما أحببناه، وكلما قصر كلما نقص أيضا تواصلنا معه ونحو ذلك. إذن الأصل أن نتقبل أولادنا كما هم، ثم نبثهم تلك العبارات الجميلة الرائعة من أفواهنا لتلك القلوب الطاهرة النقية. القضية الثانية أحبتي التركيز على الإيجابيات. يقولون في علم التربية ما تركز عليه تحصل عليه، ما تركز عليه تحصل عليه. دائما التركيز نافع للإنسان. إذا أردت أن تكون عمليا فكن ليزريا، يقولون الليزر نقطة واحدة في الجدار، صح؟ والكشاف والمصباح عالم. لذلك يقولون إخواننا في ليبيا مضاغة وصفير ما يجينش. حد فهم حاجة؟ أحسن خليكم إلى المرة الجاية. مضاغة وصفير ما يجينش. إذا تأكل علك ما يمكن تأكل علك وتصفر مرة واحدة، يا تأكل علك يا نفس الشيء. مضاغة، مضاغة وصفير ما يجينش، يعني ما يأتي. نفس الشيء إخواني الكرام، نحتاج نركز، ركز على إيجابيات ولدك، ركز عليهم، على الخير الموجود فيهم. ابتعد عن بعض العبارات الخطيرة، تجنب عبارات مثل مستحيل، غير ممكن، صعب، عسير، إلى غير ذلك من الأشياء.
ركز في خطابك مع أولادك على البعد من النقد لكل ما في هذه الحياة أيضا. ليس صحيح أن نأتي لأولادنا فنصف لهم الحياة بأنها سيئة، والمدارس سيئة، والشوارع سيئة، والناس فوضويين. إذن سيتشرب هذا الولد بأن الحياة كلها ماذا؟ كلها سيئة. افتح لهم نافذة من الأمل والحب والتفاؤل لهذه الحياة. إننا يا إخواني نحطم براءة أولادنا عندما نجلس معهم في كل مناسبة من مناسبات ونبدأ بنقد المجتمع والناس والمدارس والجيران والمساجد والحلقات وأئمة المساجد والجرائد، وكل شيء أصبح نقد في حياتنا. ومن ثم يتشرب هذا الولد صورة سيئة سلبية عن هذه الحياة، وسينقلها لأجيال أخرى. اسمع معي لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إيجابية في النظر للناس وليس تركيزا على الجانب السلبي. أيضا من الأشياء إخوة الكرام الحماية المسبقة من السلبيات. الوقاية خير من العلاج. يأتي عمر بن الخطاب بشيء من التوراة فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أمتهوكون فيها، متشككون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقاية، ما في إدخال جوانب سيئة لهذا الولد. من صور الوقاية للولد تنمية الانضباط الداخلي. الناس إخواني الكرام أيا كانوا صغار أم كبار، الذي يمنعهم من ممارسة الخطأ أمرين. الأمر الأول هو ماذا؟ دين، مراقبة في الداخل. والأمر الثاني لا إيش؟ الحي. لا، الحياء. أيوة الحياء، بس نصيغه بصيغة أخرى، المروءة. كثير من الناس اللي يمنع العيب أنه يفعل تصرف، لكن قبل ذلك ينبغي أن يكون الذي يمنع أولادنا هو ماذا؟ هو الدين، المراقبة الداخلية، أن يشعر بأن هذا الفعل خطأ لأنه لا يرضي الله تعالى. وهذا ما ينبغي أن نرسخه في نفوس أولادنا، أن منعه أو عدم قيامه بذلك الأمر هو رضاء لله عز وجل، ليس خوفا من تشويه سمعة الأسرة ولا تلويث لهذه الأسرة أو أنت فشلتنا عند الناس. لا، بل قل له: كم أغضبت الله بهذا الفعل. دعه يرتبط بخالقه جل جلاله، لأنك أنت لست معه دائما، وهو لن يستحي من لن يراك في كل لحظة، لكنه سيراقب الله في كل لحظة. إذن القضية الأولى تنمية الانضباط الداخلي، مراقبة الله تعالى. مراقبة الله تعالى: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده. يا الله، شوفوا هالمعاني لطفل في 11 سنة عمره، 11، لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم بعده بسنتين بعد هذه الحادثة. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه المعاني العقدية ينبغي أن ترسخ في ذهن الأولاد. لهذا لاحظوا لقمان لما بدأ بالوصايا أعطاه مجموعة من الوصايا، ثم في آخرها ذكر له قضية مراقبة الله عز وجل، لأن هي صمام الأمل لهذه الأشياء، وهي الدافع الحقيقي لممارسة أي عمل، لكن برغبة وبشعور بأن هناك من يراقبه من السماء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا جماعة، لهذا يا إخواني دائما، هذا سيأتي إن شاء الله إشارة إليه، أحد حقيقة أخطاءنا إنه من ربي بتوحيد الربوبية، كل شغلنا حنا توحيد الألوهية، هذا جيد بلا شك جزء من ديننا، لكن توحيد الربوبية ضعيف. بمعنى إنه هذا البحر اللي احنا جالسين نجلس عليه، لماذا لا نربي أولادنا من خلال رؤيته لهذا البحر؟ وأنه كل ليلة يتكلم مع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سند أحمد بإسناد صحيح: ما من ليلة من ليالي إلا ويستأذن البحر ربه أن يعم الناس، يغرقهم بسبب ذنوبهم، ولكن الله يستأني بهم جل جلاله. هذا المعنى ينبغي أن يكون حي، منظر جميل، نزول مطر، يعرف الأبناء بأن هذا صنع الله، إتقان الله، ربوبية الله عز وجل تظهر في كل شيء موجود في هذا الكون. إذن تنمية الانضباط الداخلي عند الولد، اختيار البيئة الصالحة لأفراد الأسرة، وادفع مالا في هذا، يعني أحيانا تسكن أنت في حي غير مناسب لك. النبي صلى الله عليه وسلم بيئة مكة كانت غير مناسبة، هاجروا الحبشة، هاجروا للحبشة،
هاجروا إلى المدينة. إذا اختار أول ما تختار زوجة صالحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة الصالحة لا شك كنز كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رزق امرأة صالحة ورزقت زوجا صالحا فإن هذا من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. والصلاح يضعف ويزيد، ويحتاج أن نقف نحن بجوار بعض، لا نكون كأعداء، واحد المعسكر الشرقي والثاني المعسكر الغربي وما باقي إلا أسلحة في يد كل واحد ويقتل الثاني. لا، الحياة الزوجية أسهل وألطف وأحلى وأروع من أن ينظر إليها بهذه الصورة. إذن اختيار بيئة صالحة، ثم بعد ذلك الحي، المدرسة، المسجد، أصدقاء أولادك، إلى غير ذلك من الأمور. أيضا اتفاق بين الأبوين على طرق التربية وتبادل الأدوار، وهذا يستلزم ما ذكرت لكم سابقا، اجتماعات خاصة مع الزوجة والزوجين. إذا ركبتم الليلة في السيارة بعد خروجكم من المسجد، بعد ما تشتروا بريال صامولي وخمسة عصير ربيع المدرسة بكرة، ثقافة مشتركة، تمام؟ تكلموا في موضوع الدورة، وأنا أبيحكم أنكم تغتابوني، كويس؟ بس ابدأوا بشيء في البيت، تكلموا في أنكم ستبدأوا بخطة عملية بتفاهم، اجلسوا في مناقشة أولادكم واحدا واحدا. في اللقاء القادم إن شاء الله سأتي معي بهذا لكل واحد منكم، اسمه الملف التربوي، ملف كامل لتقييم ولدك من الألف إلى الياء، إيش الجوانب اللي تجلس أنت وزوجتك لتتناقشوا هذه القضية بالذات مع في الولد. كل ولد له ملف خاص به، مثل ما له ملف صحي له ملف تربوي في البيت، وسيساعدكم هذا كثيرا إن شاء الله تعالى في أثناء ممارستكم العملية التربوية. أيضا اتفاق بين الأبوين على طرق التربية وتبادل الأدوار. ليس صحيحا ما تفعله بعض الأمهات في إخفاء بعض الأمور عن الأب. الأسبوع الماضي حصلت مشكلة سمعتموها في الرياض ونقلت في الجرائد، أحد العمال يبيع في دكان، فكان يتحرش بالولد ما بين فترة وأخرى، الولد صغير معنا يا شيخ عبد الرحمن، وراك أنا، فكان يتحرش بالولد، ثم بعد ذلك أخبر الولد أمه أكثر من مرة، ما أخبرت الأب. في يوم من الأيام الأسبوع الماضي الحادثة يوم الأحد، جاء الولد إلى الدكان، اغتصبه صاحب الدكان. تأخر الولد طبعا بعد ما اغتصبه والعياذ بالله، شنقه في داخل غرفة ومات، طفل صغير لا يزال في مرحلة ابتدائية. ثم جاء الأب يبحث عن الولد، سأل، وصل بعد ذلك للمكان، وصل مع العامل، مشادة بينه وبين العامل، قتلوا الأب. خسرنا الآن اثنين. كان بالإمكان تفادي هذه المشكلة لو أننا حللناها من البداية، خاصة في مشاكل جنسية احتاج أن ننتبه لهذا الموضوع، أن الشيطان إذا دخل في هذه الأشياء أعمى الإنسان أعماه سمعه وبصره. لهذا أحيانا بعض الأمهات تلاحظ شيء معين عند الإبن نعم، فلا تخبر الأب بهذه الإشكالية الموجودة، وهذا خطير جدا. صحيح يا إخواني، نحن عندنا مشكلة أيضا كرجال كآباء، أنه الزوجة تخاف أن تخبر زوجها بسبب أنه سريع الغضب، وممكن يحدث مفسدة أعظم من مفسدة المشكلة الأولى، وهذا نحتاج أن أيضا ننتبه لها، نربي أنفسنا على خلافها، بحيث أنه إذا جاءت مشكلة نحتاج أن نهدأ لحلها، لأن الحل دائما في نفس الوقت هو في الحقيقة ليس بعقاب، إنما هو انتقام. من الأشياء أحبتي الكرام تتضح في معايير القبول والرفض، هذه تحتاج إلى شرح، مشكلة الوقت خلاص باقي 5 دقائق. لديه أوقات للمرح والفكاهة والاستجمام. أنا أتمنى أنكم كل واحد منكم الليلة يخرج بطرفة يعطيها الأولاد، تقولون مرة واحد جاء يخطب لما طلع على المنبر ما أعرف يقول شيء، وكان خطيبا مفوها، فلما صعد على المنبر قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وقف يمين يسار ما في شيء، وكان يوم عيد الأضحى والناس تنتظر، قال أيها الناس
والله لا أجمع عليكم عيا، يعني عدم كلام وصعوبة في النطق، وبخلا، أشهدكم بأن ضحاياكم كلها علي، كل الضحايا، هذا العز. قال: وصعد رجل على المنبر فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقف، حاول الناس تسمع شيء. فقال له رجل: خيبك الله، لا تستطيع أن تقول كلمتين على المنبر؟ قال: قم مكاني، تعال مكاني. يقول: فصعد الرجل الثاني وقال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقف، الناس تنتظر، ما في شيء. شاف المجموعة في واحد مشغلهم، كان جالس من الحضور أصلع، قال: لعن الله هذه الصلعة، هي سببنا. وضربها على الصلاة وطلع بعد ذلك. قال: تنبأ رجل في عهد المأمون فقال له، فجاء المأمون فقال: تأتينا بآية مثل إبراهيم الخليل، نلقيك في النار وتخرج منها سليما. قال: هذه صعبة. قال: تأتي لنا بآية مثل آية موسى، نعطيك عصا فتقلبها ثعبان. قال: هذه أصعب من أختها. قال: إذن تأتينا بآية عيسى، تميت الشخص ثم تحييه. قال: هذه سهلة يا أمير المؤمنين، بجوارك القاضي يحيى بن أكثم، أقتله الساعة ثم أحييه. قال: يحيى بن أكثم، أنا أول من آمن بك وصدق. وآخر طرفة يقولون: في واحد أعرابي دخل على مائدة الطعام فوجد الناس يأكلون، وكان الطعام حار وهو نسي أنه حار، فأخذ لقمة فلما أدخلها في جوفه أغمي عليه من كثر حرارتها، فقال: والله قد مات لي ثلاثة من الولد، ما وجدت حرقتهم مثل هذه اللقمة. الذي أريد أن أصل إليه يا إخواني، يا جماعة يا ناس، حضر التجول في البيوت، وبعدين بفتيكم فتوى وأتحملها عند جميع الجهات، أتحمل هذه الفتوى وما سأخبركم به، وهو أن أسنانكم ليست عورة، أسنانكم والله ليست عورة، أخرجوها. صحيح آخر ابتسامة كانت في ليلة الزفاف، آخر هدية، حتى الورود في ليلة الزفاف كان طبيعي، الحين كله صناعي، مر أبو ريالين وخذ واحدة بريال وخلاص وأعطيها هدية. صدقوني أسنانكم ليست عورة، نحتاج إلى ابتسامة يا إخواني. قال: إذا دخل أسد، صار أسد في البيت، دخل رجل على عمر بن الخطاب وهو مستلقي على ظهره أمير المؤمنين والأطفال يلعبون على بطنه، ودخل عليه والي، قال: أمير المؤمنين تسوي كذا؟ قال: نعم. وأنت إذا دخلت البيت ماذا تفعل؟ قال: يسكت الناطق ويجلس المتحرك، ما في أحد تكلم. قال: مثلك لا يولى على أمور المسلمين. ثم عزله بعد ذلك، ما يستحق. قليلا من الرحمة، شيء أيها الإخوة من أوقات المرح والفكاهة والاستجمام. وعندنا إن شاء الله تعالى دورة كاملة بإذن الله عن الترفيه التربوي، كيف ترفه أولادك تربويا، لأنه نحن نريد ماذا؟ ما معنى الترفيه التربوي؟ في ترفيه الآن مثلا في القنوات في غيرها، لكنه ترفيه يستهدف شيء معين. دائما الترفيه التربوي الذي في الإسلام يعتني بثلاث أشياء: عقل وجسد وروح. وفي برامج كثيرة جدا للبناء لهذه القضية بالذات، وأنا أنصحكم الحقيقة بكتاب أختم بهذا اللقاء، وهو تعزيز القدرات الإثرائية. طويل هو شوية. تعزيز القدرات الإثرائية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، 6 مجلدات، روعة، لو دفع الإنسان فيها 1000 ريال ليس خسارة. لتعزيز القدرات الإثرائية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، لعبد الناصر فخرو ونعيم الخاجة. هذا فقط يعتني بقضية معينة، وهي تنمية القدرات الذكائية والعقلية عند الأولاد. أولادنا عقولهم صدت، نحتاج أن نحركها شوي، ولا لا؟ طيب، أنا إلى هنا أتوقف الحقيقة، ولا زلت في دورة الأولى، لكن إن شاء الله تعالى سنستمر نحن في لقاءات أخرى. الآن لدينا كم؟ لدينا الشيخ ما قد جاء، خلنا نأخذ 4 دقائق، 2 للنساء و2 لكم. تفضل يا أختي، أسمعك. تمام. هذه الأخت تقول قضيتين حقيقة، يعني مختصر للكلام، أنه بعض الأزواج يقولون أنه أنا مخلي التربية كلها عليك، الله يقويك ويعينك. من قيم صح؟ دقيقتين بس، جزاك الله خير.
فهذا نحن ذكرنا في البداية أن التربية لن يخرج طفل سوي يشد صحيح، لكن نبقى على القاعدة الأساسية إلا أن يشترك الأب والأم في التربية، لا ترمي بها لا على هذا ولا على هذا. ولذلك أنا قلت لكم يا إخواني نحتاج منذ هذه الليلة أن نعقد صلحا وأن نبدأ بتفاهم بيني وبين الزوجة وبناء ثقافة تربوية بيني وبين أهلي. هذه قضية مهمة يا إخوة، لا نجعل أحدنا يتولى التربية والآخر بعيد عن هذا الأمر. الأمر الثاني، تقول الأخت إن والله أولادي يصلون يحضروا الحلقة، إذن هذا كافي. نحن ذكرنا سابقا لما قلنا ماذا تتمنى، ذكرنا 6 أشياء صحيح، هذه واحدة قريب من ربه، باقي قضايا أخرى وهي دوري أنا كأب ينبغي أن أقوم بها أيضا، له قضية ثقافة عالية وقضية بناء القراءة ناجح في زواجه إلى غيرها من الأشياء. طيب في سؤال منكم إخوة، في مداخلة؟ مشكلة فيه كثير. لا خلاص السودان أخذ نصيبه كفاية. تفضل تفضل. البداية كالتالي، أنا أرى أنكم تأخذون لست أسوقه والله، ولكن موجود هو في السوق، كيف تضع خطة تربوية لأولادك، كتاب ب8 ريالات شيخ خالد، تمام، خلوا علي، قولوا لا. كيف تضع خطة تربوية لأولادك؟ نعم، كل أغلب الكلام الموجود الآن يعني 30% 40% موجود هنا. يمكن أن تبدأ بخطة تربوية. 3 ورقات الأولى هي في الحقيقة حكاية هذا المشروع وكيف تبدأ. ثم في الصفحة الثالثة أكثر من 80 مشروع برنامج عملي يمكن أن تطبقها مع أولادك. ثم بعد ذلك كل شهر من الشهور في برامج عملية يمكن أن تطبقها لك ولأولادك. هناك مكتبة أسرية متكاملة أيضا تستطيع أن تحصل عليها وموجودة في السوق. ذكرت 36 كتاب أهمها 11 كتابا الأولى، يمكن أيضا أن تستفيد منها بإذن الله تعالى. طيب نفسه بس في زيادة بسيطة فقط. الآن نريد أسرة تتبنى هذا التقويم لمدة شهر، جميل، إلى الدورة القادمة وتعطينا تجربتها كاملة، من يتبرع؟ نبغى أسرة فيها ابتدائي متوسط، يعني ابتدائي متوسط حتى لو في ثانوي ما في مشكلة، وسأتواصل معهم أنا كل الشهر كامل بإذن الله. من يتبرع؟ 1 2 3 4 عاد الحين حل بينهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، دليل في غير مكاني. طيب اختار لنا واحد. الرجال جاهز شيخ، تأخذها مثل ما أبو دجان أخذ السيف في يوم أحد بحقه، تمام. طيب إذن سنبدأ إن شاء الله مع الأخ، وبقية الإخوة هو موجود في السوق، يمكن أن أيضا تستمر إن شاء الله في تطبيقه، وسنحاكمك ترى أمام الناس. الاسم الكريم أحمد الزهراني، في أي حي ساكن؟ الزبير. الزبير ما في هنا، هذا عندكم في السودان الظاهر. طيب تفضل يا شيخ، جوالي عندك، الإخوة يحتاجون جوالي. إيميلي AM AZ M من أحمد وM من محمد وA من أحمد وزت ما أدري من إيش من زايد و777 777 @حار لو هتمل يعني هوت. جوالي 050 @هتمل، ما أنا أقول لك حار يعني هوت بتزهت. جوالي 050 بس ترى ما أرد بالمناسبة يعني، بس يعني من باب إرضاءكم والله. لكن أنا أسعد إن جوالي يستقبل جوالك، كذا أشعر بنشوة. بس أرسل لي رسالة قل لي أنا من دورة الدمام أحتاج كذا، بس خلوني أهدى حتى أوصل الرياض مو الليلة. 050 415 2455
خلاص كفاية 10 هذه 0504154255. اي نعم سبحانك اللهم. ها هو القول اللي بيرده هو. انا احيانا ارد برساله اقول كالتالي: شكرا على اتصالك بنا، الرجاء ارسال رساله بعد سماعك لهذه النغمه. ان كنت ذكرا ادخل رقم 1، ان كنت انثى ادخل رقم 2، ان كنت لا ذكر ولا انثى ادخل رقم 5. فالناس انا طبعا اقولها هكذا بدون اي مباشره، ما هي مسجله، فالناس تصور انها مسجله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.